أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. وهنبتدئ بإذن الله الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، وهي المحاضرة الأولى مراجعة للسنة الأولى لطلاب الكليات الطب من السنة الأولى لكورس 2018-2019. طيب الأول أنا بس عاوز أقول لكم حاجة يا أولاد، شوية يعني الناس اللي هما ما حضروش معايا المحاضرة الافتتاحية اللي هي الانترودكتوري اللي قلناها قبل كده، فأنا هرجعها في عجالة هقول لكم النقاط المهمة فيها. أولا إن إحنا زي ما قلت our system بيعتمد على 7 نقاط، فهقولهم في عجالة. أول حاجة إن our system is audio visual system، يعني ما ينفعش حضرتك تسمعني بس، انت لازم تسمعني وتشوف اللوحات اللي عاملها، لان المثل الصيني بيقول الصورة تساوي 1,000,000 كلمة، فالصورة بتبقى تعبير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان احنا الـ understanding is important for retaining، يعني الفهم لازم للاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومة. نمرة تلاتة يا اولاد ان احنا we are thinker and imaginative creatures، يعني ربنا سبحان الله خلقنا عندنا مقدرة على التفكير وعلى التخيل، وعلى فكرة مش احنا فقط، ده عدد من الثدييات يشاركنا ذلك، منهم الشمبانزي، الأورانجوتان، إنسان الغابة، والغوريلا. فمش هقول نبقى أقل من دول، مش القرد على فكرة، القرد ليه ديل، احنا التلاتة اللي قلتهم دول الشمبانزي، الغوريلا، الأورانجوتان، دول بيمثلوا في الخريطة الجينية بتاعتنا 97.5% زي خريطة الجينية الإنسان، عندهم قدرة على التفكير وعلى التخيل، وهنبقى نشرحها في السيكولوجي في تجارب رائعة جدا هنبقى نتكلم عليها. فبليز يعني مش عايزين شغل القروب بقى اللي هو المحاكاة. أنا قلت القرد ما بيبص في المراية ما بيعرفش نفسه، الشمبانزي بيعرف نفسه، إذا حطيت أكل وراه بيبقى شايفه في المراية بيحاول يقتحم المراية، القرد اللي ليه ديل، الشمبانزي لا، بيعرف ان الصورة دي الحاجة وراها بيتجه ليها. فيبقى audio visual قلنا understanding for retaining is important. نمرة اتنين. نمرة تلاتة we think and we imagine، يعني حضرتك ما انتش passive في البروسس، انا عاوزك تتعاون معي. نمرة اربعة يا اولاد ان قلت الترمينولوجي، هقول لك كل كلمة اصلها جه منين، فعاوز كل واحد يبقى جنبيه فيه ورقة ويستعد لكتابة معاني الكلمات. نمرة خمسة ان احنا هنحكي قصص الاكتشافات وهنتكلم على المكتشفين، مش بس بغرض ان احنا التكريم ولكن بغرض التحفيز لحضرتك برضو عشان تبقى في يوم من الايام زيهم، وعشان نفهم اكتشاف الشيء بيساعدنا على تصور كيف وصلنا وكيف بني. نمرة ست عندنا فقرة معلومات عامة متصلة شديد الاتصال أو وثيقة الصلة بالمعلومات اللي بنقولها، فدي بتساعد على الفهم، لأن حتى الطلبة بيقولوا لي ساعات إن إحنا بنفتكر الحكايات اللي أنت بتحكيها والمعلومات اللي بتقولها أكتر المعلومات العامة من نفس المعلومات الجافة، وطبعا بتخلينا يعني عشان نأفويد إن الموضوع يبقى بورينج، يعني يبقى ممل. ونمرة سبعة نعمل حكايات يا أولاد، يعني هنحكي حكايات، وزي ما بقولها تاني ان الطلبه بتقول بنفتكر الحكايات اللي حكيتها لنا يعني من ديكيدز، وزي ما بقول فيسيولوجي مجموعه حكايات. دول السبع حاجات اللي هي كنت ركزت عليها في اور سيستم، تبقى واخد بالك منهم ان احنا اوديو فيجوال. نمره واحد قلنا الفهم بغرض الاحتفاظ بالمعلومه. نمره اتنين وبعدين ان احنا انت تتعاون معايا هتتخيل وهتفكر معايا. نمرة اربعة هتعرف اصل الترمينولوجي. نمرة خمسة قصص الاكتشافات. نمرة سبعة المعلومات العامة والحكايات بغرض ان احنا نقتل الملل ونبقى في نفس الوقت مرتبطين اكتر. وزي ما بقول زي ما نزار قباني بيقول الحب بعض من تخيلنا على الارض، ان لم نجده لاخترعناه. وأنا بقول فيسيولوجي بعض من تخيلنا، إن لم نجده لاخترعناه، وده اللي هنشوفه. طبعًا يا ولاد في أول أسبوعين كأي حاجة جديدة هتبقى صعبة قليلة، يعني أنت لو استوعبت 60-70% من المحاضرة الأولى خير وبركة.
انما هتلاقي على مدى اسبوعين لما هنفهم السيستم ونفهم ازاي احنا بنشتغل هتلاقي الاستيعاب بيزيد والموضوع هيبقى اكثر يعني ظرفا. 50-60% المحاضره دي كويس، اكتر من كده خير وبركه. ثالث نقطه اقولها برضو في مهمه جدا، ان احنا عندنا الاسئله في جامعاتنا العربيه ثلاث انواع، هنا في كندا وفي امريكا مالتيبل تشويس كويشنز بس، انما عندكم في نظري، فاحنا هنقول لك في اور سيستم بنحدد الاسئله مواضيعها انا حافظها وورد وايد. ده سؤال نظري وبحدده في ثلاث درجات، نظري او مهم الدرجه الاحسن او مهم حتى بقول عليها اس 1000 اللي هو مهم جدا، ده بيجي منه 80% من المعلومات. فتكتب الورقه بليز، تبقى حاطط ورقه عشان تبقى شايف اللوحه بتسمعني وبتكتب يعني متعايش معايا. وشافوا عندنا هيقول لك الاسئله الشاف ومالتيبل تشويس. وفي بقى حاجه مهمه جدا قبل ما ابتدي، كل ما هو نظري او شفوي فهو مالتيبل تشويس كويشنز للناس اللي موجوده هنا والناس اللي بتسمعني في بلادنا العربيه، والعكس ليس صحيح. ما هو ام اس كيو ما يبقاش نظري او شفوي، عم يعني بقول نظري تعتبره نظري وام اس كيو، شفوي شفوي ام اس كيو، ام اس كيو يبقى ام اس كيو فقط. تمام يا ولاد؟ نبتدي الخطوه الاولى في رحله الالف ميل. هو المحاضرة الأولى Introduction Revision، وأنا كنت حددت لكم المواضيع اللي هنبتدي بيها. فهنبتدي أول حاجة يا ولاد اللي هو هنتكلم على الـ Body Fluids. Body Fluids، خد بالك الصفحة دي ما فيهاش ولا سؤال نظري، كلها بتيجي multiple choice question، فركز معايا. البادي فلويدز، واحنا أهم فلويد عندنا هو الماية، بنعني بيه الماية، بيمثل 60% of the body weight في الأدلت مين، في الذكر البالغ يمثل ماية 60%. طب هل في ناس أكتر؟ هل في ناس أقل؟ أه ده سؤال ام اس كيو. مين اللي عنده اقل؟ الاوبيس يعني الناس تخان، والادلت في مين بيبقى عندهم 50% بس. هتسالني ليه؟ اوبيس يعني عنده دهون كتير، والفيميل بتتميز ان عندها دهون كتير. ايه رايك بقى ان الدهون بتعمل less retaining for water، بتبقى اقل احتفاظا من الميه. عارف نسبه الميه في الدهون قد ايه؟ 10% بس، مقارنه باللين بادي ماس اللي هو نقص بيه العضلات يبقى فيها 75%. عشان كده اللي عنده فات اكتر هيبقى عنده ميه اقل، لان الفات فيه 10% ميه بس. طب مين عنده فات اكتر؟ الاوبيس والفيميلز. طيب هل في شخص عنده ميه اكتر مش اقل؟ اه الانفنت النيولي بورن حديثي الولاده بيبقى الميه بتمثل عندهم 70% من 60%. وعشان كده الميه في الحديثي الولاده وفي الرضع بتبقى مهمة جدا، وعشان كده هم معلومة اكلينيكية جميلة، يعني أكثر حساسية للديهيدريشن للجفاف، سهل جدا يجي لهم جفاف مقارنة بالأدلت، لأن المية بتشكل عندهم نسبة أكتر، وعشان كده حتى في محلول جفاف بيبقى خاص بالإنفاد. طيب تعال نتفرج توزيع المية دي إزاي يا ولاد. المية دي موجودة يا داخل الخلايا يعني انترا سيلولر فلويد أهي. طب داخل انهي خلايا؟ داخل خلايا الجسم او داخل خلايا الدم؟ هنا ده الانترا سيلولر. طب وممكن تبقى اكسترا سيلولر يعني ما بين خلايا الجسم ونسميها انترستيشال فلويد، او ما بين خلايا الدم ونسميها بلازما. يبقى الميه بتنقسم الى قسمين، يا جوه خلايا انترا سيلولر يا بره الخلايا اكسترا سيلولر. الانترا سيلولر يا اما في خلايا الجسم اللي هي باللون الاسود، يا في خلايا الدم اللي هي باللون الاحمر. طب والاكسترا سيلولر ما بين خلايا الجسم هنسميه انترستيشال فلويد، ما بين خلايا الدم هنسميها بلازما. وما عشقت مثل عشق النظام يا ولاد. انا هقارن الانترا سيلولر فلويد بالاكسترا سيلولر فلويد في جدول اهو اللي موجود قصاده. هما بيختلفا في اشياء اربعه،
يعني في أربع اختلافات ما بينهم ويتفقا في شيء واحد. يعني الجدول فيه كم نقطة؟ 5 نقاط. حب النظام قوي. هما مختلفين في 4 باللون الأسود ومتفقين في حاجة واحدة. خد بالك أنا هقول الحاجة مرة واحدة وحضرتك تقدر تعيد الفيديو لأن دي محاضرات ريفيجن. المين كورس بعيد فيه أكتر موجود على القناتي اليوتيوب. أول حاجة بالنسبة للفوليوم. الانتراسيلولر فلويد أكتر من الاكستراسيلولر فلويد. يعني 60% دي 40% موجودة داخل الخلايا و20% موجودة خارج الخلايا. يبقى 40% انتراسيلولر و20% اكستراسيلولر. الأول عشان ما تلخبطش احنا بنعتمد على الفهم يا أولاد. عاوزك تبص للرسم عشان كده قلت لك السيستم بتاعنا اوديو فيجوال. احنا عبارة عن خلايا متراصة جنب بعض. ففرصة وجود المية داخل الخلايا اكتر من فرصتها وجودها خارج الخلايا. لان احنا مش سفنجة يا اولاد. احنا خلايا جنب بعض. لازقة ببعض. يبقى فرصة وجود المية جوه الخلايا اكتر من برا الخلايا. قلت لكم ان المالتي تشويس والجدول ده كل نقطة في الخمسة فيه مالتي تشويس. فيه 10-12 نقطة. تعال نشوف. أول نوع يجيب لي المعلومة مش بالشكل اللي أنا خدته. إحنا قلنا الانتراسيلولر 40% والإكستراسيلولر 20%. يجيبها لي بصورة أخرى. يبقى يقول لي الراتيو أوف انتراسيلولر إلى إكستراسيلولر، نسبة الانتراسيلولر إلى الإكستراسيلولر تبقى 2-1. ما هو 40 قد ال 20 مرتين. أو يقول لي الانتراسيلولر فلويد دبل ذا فوليوم اوف اكستراسيلولر فلويد. ما طبعا 40% ضعف 20%. يبقى صور اخرى. ادي اول طريقه في الام اس كيو. طب في حاجه ثانيه برضو مهمه، طريقه ثانيه في الام اس كيو نفس المعلومه دي. يا اولاد ما تفرحش باول معلومه وتجري. لما تقرا السؤال بيقول انترا تو اكسترا 20 40 غلط. لازم في الام اس كيو يبقى شقي الجمله مظبوطين، النصف الاول والنصف الثاني، فتقرا بتدقيق. وده اهميه الام اس كيو. انت سمعتني انا قلت ايه؟ عيدها تاني. الاكسترا تو انترا 40-20. لا، لو قال لي اكسترا تو انترا تبقى 20-40 تبقى 1-2. يبقى ما نفرحش باي 40 و20، باي 2-1، باي دبل. مين اللي 40 ومين اللي 20؟ الانترا الى الاكسترا. مين 2 ومين 1؟ الانترا 2 والاكسترا 1 في الريشيو. مين دبل ذا فوليوم؟ الانترا دبل ذا فوليوم اكس. يبقى تعلمنا نوعين من المالتيبل تشويس في اول معلومه. نيجي الاختلاف الثاني والثالث اللي هو في الاينز يا اولاد. الايونات نوعان، يا بوزيتيف يا نيجاتيف. هنا نتعلم ترمينولوجي. البوزيتيف اينز خلاص بتروح للكاثود، فعشان كده سموها، يبقى الكاثود ده القطب السالب، فيبقى يجتذب الايونات اللي عليها شحنات موجبه. فعشان كده سموا الايونات اللي عليها شحنات موجبه كاتاينز. فهمت بقى الكلمه؟ يعني اينز اهي بشاور عليها بالليزر بتروح للكاثود. يبقى ده معني بيه البوزيتيف اينز. اظن مستنتج الثانيه. بينما الاينز اللي بتحمل شحنات سالبه يبقى هتروح للقطب الموجب اللي هو الانود، فنسميها انايونز. يبقى كاتاينز اللي تروح للكاثود اللي هو القطب السالب تبقى هي اللي عليها شحنات موجبه. انايونز اللي تروح للانود القطب الموجب يبقى عليها شحنات سالبه. طيب انا بحفظك وعندي طرق تحفيز في كل حاجه، ما تخافش خليك معايا باذن الله هتبقى من الاوائل. ان الانتراسيلولر اينز المين المهمين، لان احنا تملي بنهتم بالمهمين، يتشاركوا ان كلهم بحرف البي. يعني حاجه لذيذه في الحفظ. فجوه الخلايا الانتراسيلر في بوتاسيوم بوزيتيف اهو بحرف البي، وبروتينز وفوسفات نيجاتيف. يبقى اوعى تنساها، ده سؤال مش مهم جدا، سؤال داخل سؤال. ما بقولش يا اولاد افتح ودانك، حب الدقه جدا، ما بقولش الاينز دي موجوده داخل الخلايا فقط، دي موجودة داخل الخلايا أكثر. هي داخل الخلية أكثر من برا الخلية. وهديك مثال لطيف سابق لوضعه شوية في النيرف بإذن الله.
هنقول نسبة البوتاسيوم داخل الخلايا، داخل خلايا النيرف بيبقى أكتر من بره بنسبة نسبة ضخمة جدا، يعني ساي مثلا نقول 35 مرة. يبقى ده معناه إيه؟ معناه إنه موجود جوه وبره، بس جوه أكتر من بره. يبقى الخلايا دي الأيونات دي جوه أكتر من بره، مش جوه فقط. بينما بره في الاكسترا سيلر ما فيهاش حرف البي اهو. بص، صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونات نيجاتيف. يبقى صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونات نيجاتيف. خد بالك، بايكربونات بحرف البي، بي خفيفه، العصايه لفوق. دول معلومتين مهمين جدا في الام اس كيو. يبقى جوه الخلايا الايونات الاكثر ما بقولش فقط، اللي موجوده اكثر داخل الخلايا كلها بحرف البي، بوتاسيوم بوزيتيف بروتين وفوسفات نيجاتيف. اللي بره الخلايا ما فيهاش حرف البي، صوديوم بوزيتيف كلورايد وبايكربونات نيجاتيف. نيجي لفقره المعلومات العامه. واحد يقول لي علمونا ان اختصار بوتاسيوم هو كي، مع ان كلمه بوتاسيوم ما فيهاش حرف الكي، لانها جايه من كلمه كاليوم. وكنت بسأل الطلبة هنا في نورث أمريكا كلمة كاليوم بوتاسيوم أصلها إيه؟ تملي يقولوا لي كل حاجة لاتن. قلت لهم لا، احنا بنعتز بعروبتنا. أصل الكلمة دي عربي. تعال افهم أنت، مين الأيون اللي مسؤول عن الحامضية؟ الهيدروجين. وإحنا كلنا عارفين إن ربنا عمل كل حاجة على ميزان. أدام في أيون مسؤول عن الحامضية اللي هو الهيدروجين، يبقى لازم ربنا يحط عيون تاني يبقى مسؤول عن القلوية اللي هو البوتاسيوم. وعشان كده سموه كالوي، بس هم ما عندهمش حرف القاف الخواجات، فيقولوها بدل كا بالكي كاليوم. يبقى أصل كلمة كاليوم قلوي، الأصل عربي. وتصور بقية المعلومة العامة. طب الصوديوم اختصاره ان ايه؟ كلمة صوديوم ما فيهاش ان ايه؟ أقول لك جميل، برضو الأصل عربي، إن العرب اكتشفوا الصوديوم في وادي ناترون في مصر، فناترون عشان كده اختصاره إن إيه. يبقى أصل الكي في حالة البوتاسيوم قلوي، الأصل عربي. أصل الإن إيه في الصوديوم وادي ناترون، ناترون نيتريوم. ما الاختلاف الرابع، قولوا أنت معايا، تفتكر مين مور أسيديك، الإنترا ولا الإكسترا؟ أنا أقولها لك بطريقة لطيفة، وافتكر المعلومة دي. جسمنا يا أولاد الميتابوليزم بتاعه لا ينتج إلا أحماض، يعني جسمنا ينتج أحماض بس. بقول لك معلومة داخل معلومة جميلة. أنت عارف يعني إيه pH؟ واحد قال لي معرفش، يعني الباور أوف هيدروجين، أدي اختصار كلمة pH، والأصل حتى ألماني، بوتنشيا هيدروجينا، قوة الهيدروجين آيون. إن إنجليش تبقى باور البوتنشا، وهيدروجينة تبقى هيدروجين. هذه كلمة pH. pH بتاعنا كام؟ كلكم عارفين بس ما حدش قال لكم ليه. 7.4، ودي الكالاين. عمرك فكرت هو ليه ربنا خلى pH بتاعت جسمنا الكالاين؟ دلوقتي عرفت الإجابة. إن الجسم لا ينتج إلا أحماض، الميتابوليزم لا ينتج في أجسادنا غير أحماض، فكان لابد نبقى مستنيينها بوسط قاعدي عشان نعمل لها معادلة. عشان كده البي اتش بتاعتنا الكالاين 7.4، لأن جسمنا ما بينتجش غير أحماض. طالب أذكى قال لي أنا هقول لك مين مور أسيدك ومين ليس أسيدك. قال لي الميتابوليزم بيحدث بالإنزيمز اللي داخل الخلايا، يبقى إنتاج الأحماض بيبتدئ داخل الخلايا، عشان كده الانتراسيلولار فلويد مور أسيديك، ثم يتم معادلة هذه الأحماض خارج الخلايا، عشان كده الإكستراسيلولار فلويد ليس أسيديك. ده الاختلاف الرابع. إنما الانتراسيلولار والإكستراسيلولار اتفق في إيه يا أولاد؟ اتفق في شيء واحد. تعال أقوله لك. لو قلت لك إن السيل ممبرين، افتح ودنك، فريلي بيرميابل توتر،
كل السيل ميمبرينز بتفوت الميه بسهوله شديده. طالب قال لي يبقى خلاص، يبقى الميه هتقعد تخرج وتدخل وتدخل وتخرج لحد ما التركيز الاسموزي داخل الخلايا يساوي التركيز الاسموزي خارج الخلايا. يبقى توقع ان الاسمولاليتي بتاعت الانترا تساوي الاسمولاليتي بتاعت الاكسترا فلويد تساوي، وهنفهمها بعد قليل جابوا منين الرقم ده، 290 ملي اسمول بير لتر. لو قالها لنا 300 يا اولاد كويس، وكل واحد يلتزم بالاعداد اللي في المصدر بتاعه اللي في جامعته. يبقى في عجاله، ما الجدول بتاع الانترا والاكسترا فلويد اختلف في كام حاجه؟ يلا قولها انت معايا. في اربعه، واتفق في شيء واحد، اختلف في الفوليوم. الانترا سيلر دبل ذا فوليوم اكسترا سيلر ريشيو 2:1. اختلف في الايونات البوزيتيف اللي هنسميها كاتاينز، والايونات النيجاتيف الانيونز. الانيونز اللي هو اللي بتروح للانود، وقلنا ان الايونات اللي جوه الخلايا كلها بحرف البي، بوتاسيوم بوزيتيف، بروتين وفوسفيت نيجاتيف، بره ما فيهمش حرف البي، صوديوم كلورايد وبايكربونيت. الاختلاف الرابع في البي اتش، الجسم لا ينتج غير اسيد، الميتابوليزم جوه الخلايا بالانزيم اللي جوه الخلايا يبقى جوه مور اسيدك، وبره في الاكسسوار ليس اسيدك. انما اتفق في شيء واحد، وانت فاهم سببه دلوقتي، ان السيل ميمبرين فريلي بيرميبل توتر. فعشان كده لازم الاسمولاليتي بتاعت الانتراسيلر تساوي الاسمولاليتي بتاعت الاكسسوار، والرقم تحفظه صم 290 التمييز ملي اسمول بير لتر. النوع الثالث في الام اس كيو في الارقام ما بيركزش ابدا على الرقم، هو عارف انك بيركز على التمييز، فهيغلطك يجيبها لك 290 اسمول، غلط، هي ملي اسمول. عارف ليه؟ لان معظم الحاجات في الجسم بالملي جرام، عشان كده التمييز هنا ملي اسمول. يبقى اما تقرا 290 ما تفرحش بيها، ركز على التمييز اكتر، 290 ملي اسمول بير لتر بير لتر. طيب طالب يقول لي بيكتبوا عندنا في المصادر المختلفة بقى التركيز كل حاجة جوه الخلية وبره الخلية، هل نعرف ده كله؟ مش قادر احفظه. طبعا لا، تعرف فقط تركيز الاشياء في الاكسترا سيلر. واحد قال لي طب اقنعني ليه؟ فكر معايا، واحنا بندرس عشان هنبقى اطباء، هنبعت الدم يتحلل في معامل التحاليل. تفتكر هما بيحللوا الاكسترا سيلر ولا الانترا سيلر؟ يعني بياخدوا السوائل اللي جوه الخلايا ولا بيحللوا الحاجات في السوائل اللي خارج الخلايا؟ طالب قال لي طبعا بديه خارج الخلايا، عشان كده نسبة الاشياء خارج الخلايا هي الاهم، هي اللي تحفظها، هي اللي بتيجي في الام اس كيو. احنا قلنا خارج الخلايا ما فيهمش حرف البي، صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونيت نيجاتيف. فالصوديوم تبقى حافظه 145 ملي ايكوفالنت بير لتر، وهنفهم في اونيه يعني ايه ملي ايكوفالنت. الملي ايكوفالنت دي بيقسموا الوزن الجزيئي على التكافؤ، الوزن الجزيئي بتاع الصوديوم على التكافؤ بتاعه واحد، يبقى 145. برضو اي رقم في حدود ال 140 ما بنختلفش، مش كل الناس زي بعض يا اولاد. عشان كده الجامعه بتاعتك خد الرقم بتاعها اللي هو على فكره هتلاقيه قريب جدا، اي حاجه 140 في الصوديوم حلو ملي اكوفالنت بير لتر. الصوديوم بيبقى متحد يا اولاد مع تو مين اينز، اهم اين الكلورايد، لان ده الملح صوديوم كلورايد، فمعظم الصوديوم متحد مع الكلورايد. الكلورايد من 110 ل 115 ملي اكوفالنت بير لتر، متحد مع البايكربونات اللي هو 28 ملي اكوفالنت بير لتر. هنا بقى لأوائل الأوائل عندي نقطة مهمة جدا، الأرقام تتحدث يا أولاد، للناس اللي عاوز تفهم، أنا هنا مش محاضرة بقرا معاكم، لا إحنا بنفهم. هنعرف بعد قليل إن أهم حاجة بتتسبب في الضغط الأسموزي هي الصوديوم والأنيونز اللي متحد معاها. يعني الصوديوم أدي واحد ومتحد مع نيجاتيف اين ناحية التانية، هو ده اللي بيعمل اوزموزيس. يبقى الطالب ذكي لاحظ انه الصوديوم
مع البوزيتيف مع اي نيجاتيف بيعملوا الاسموزيس، يبقى الصوديوم مسؤول عن نص الاسمولاليتي. عشان كده شايف الرقم يا ولاد هنا 290، الصوديوم تركيزه 145 اللي هي بالظبط نص ال 290. وعليه في الطب يا ولاد الدكتور النابه ما بيكلفش العام مصاريف كتير. انت من الاسمولاليتي ممكن تعرف الصوديوم، الاسمولاليتي مسؤول عليها الصوديوم عن النص ومعاه اين تاني مسؤول النيجاتيف عن النص الاخر. يبقى لو عندك الاسمولاليتي وقسمتها على 2 تعرف الصوديوم. طب لو عندك نسبه الصوديوم وضربتها في 2 تعرف الاسمولاليتي. لطيفه يا اولاد؟ كويسه. هنا بقى في بعض الجامعات في البلاد العربيه، مش كلها، لكن في كل الجامعات في نورث امريكا عندهم حاجه اسمها انيون جاب. An ion gap. An اللي هو الانود، ion gap. ايه بقى الانيون جاب ده؟ An ion gap. تعال نقولها بالانجلش. An ion gap. الاتي. الصوديوم يا ولاد لا يتحد فقط مع الكلورايد والبايكربونيت. هو معظم الصوديوم مع الكلورايد والبايكربونيت. عشان كده لو جمعت الكلورايد والبايكربونيت تلاقي 110 و28 تبقى 138. طب بقيت الصوديوم متحد مع مين؟ مع حاجات تانية يا ولاد زي الفوسفيت زي السلفيت، بس دي مش مهمة. ايه فكرة بقى الانيون جاب؟ بيحسبوها ازاي؟ بيحسبوا الفرق بين الصوديوم اللي هو 145 ومجموع الكلورايد والبايكربونيت اللي هو في الحالة دي في المثال اللي انا مديه 138. يبقى الصوديوم 145 منهم 138 متحدين مع الكلورايد والبايكربونات. 138 الفرق ده يسموه انيون جاب، اللي هو المفروض يبقى لو مش عندك في الجامعه مالكش دعوه بالكلام ده، فوت الحته دي في الفيديو، بيبقى نورمالي من 3 ل 11 مللي ايكوفالنت بير لتر. انك بيحسبوه ازاي؟ ادينا اتعلمنا. تطرح رقم الصوديوم من رقم الكلورايد والبايكربونات، يبقى ده اللي هو الشحنات السالبه الاخرى اللي متحده مع الصوديوم. طب ايه اهميتها في الطب؟ لو لقيتها زايده بيشخص واحد من اهم الموضوعات في الطب وهو الميتابوليك اسيدوزيس، هنجيلها مع الكيدني باذن الله، اللي بتحصل في مرض السكر وبتحصل في الفشل الكلوي وبتحصل في السيركولاتوري شوك. ده الاهميه، لو لقيته زايد وهنبقى نشرحها ليه، يبقى معناها العيان ده عنده ميتابوليك اسيدوز. ونادرا ما نلاقيه ناقص، لو لقيناه ناقص يبقى العيان ده عنده كانسر في احد خلايا الدم اسمها بلازما سيلز، هناخدها في الدم باذن الله في البلاد. وهذا نوع من الكانسر يسموه مالتيبل مايلوما. مالتيبل مايلوما وهو الكانسر اللي توفي على اثاره عالمنا الكبير رحمه الله احمد زويل، جاله مالتيبل مايلوما. بيبقى عنده في الحالة دي الفرق بين رقم الصوديوم ورقمي الكلورايد والبايكربونات مجتمعين اللي هو بنسميهم ايه يا اولاد؟ اديكم عرفتوها دلوقتي. انيون جاب. بيبقى قليل اقل من 3 في المالتيبل، بس ده رير. انما الاكثر بيبقى اكثر من 11 الفرق، يبقى ده عنده ميتابوليك اسيدوز. دي لو حضرتك مش عندك في الجامعة هتجري الفيديو فيها. لكن انا بقول كورس يصلح وورد وايد. طيب البوتاسيوم موجود اساسا جوه الخلايا، بس انا يهمني اعرف نسبته بره الخلايا. طبعا هو قليل جدا بره الخلايا في الاكسترا سيلولار فلويد، فنسبه البوتاسيوم ده رقم مهم جدا، لازم يبقى تحت 5 مللي ايكوفالنت بير لتر، يعني فور اكزامبل 4.2. المهم تحت 5، افتكرها رقم الحسن. البوتاسيوم يا اولاد لازم يقل عن 5 مللي ايكوفالنت بير لتر، تبقى عارفها كويس قوي. ليه بقى؟ لان اكتر اين بيخشاه القلب هو البوتاسيوم. لو البوتاسيوم ده زاد وصل ل 11 القلب بيقف. عشان كده لازم نعرف نسبه البوتاسيوم، لو قلناه بيزيد نحط العين على غسيل كلوي عشان ننقصه فورا والا القلب هيقف. بقولها حتى باسلوب عشان ما تنساهاش. كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. البوتاسيوم لو زاد بيوقف القلب، فلازم نعرف نسبته في الدم الطبيعية تحت
تحت رقم الحسد اللي هو 5 وخميسة، انا بقولها لك عشان تفتكرها، تحت 5 ملي اكويفالنت بير لتر. يبقى دول الاربع ارقام فقط اللي تحفظها، ومالكش دعوه باللست الطويله اللي موجوده في السورسز اللي عندك. اقنعتك ليه؟ لان احنا بنحلل الاكستراسيلر وبيهمنا الايونات الاكثر اهميه. الصوديوم قلتها لك حتى بطريقه جميله اول مره تفهمها، مسؤول عن نص الاسموليتي، فاذا كانت الاسموليتي 290 الصوديوم 145، اي رقم حوالي 140 كويس. معظمه متحد مع 2 نيجاتيف مع الكلورايد الاساسي ان ده الملح، صوديوم كلورايد 110 ل 115 ومع البايكربونات 28 وكميات قليله اللي هو الفرق اللي هو سميناها انيون جاب، تبقى متحده مع حاجات تانية زي السلفيت والفوسفيت. وهذا الانيون جاب مش لكل الجامعات، المفروض يبقى من 3 ل 11 ملي اكويفالنت اللي هو الصوديوم اللي مش متحد مع الكلورايد والبايكربونات، متحد مع اشياء اخرى. لو زاد الرقم عن 11 يبقى كارثه، ده فيري كومن في حاله اسمها ميتابوليك اسيدوزس، تحصل في السكر وفي الفشل الكلوي وفي السيركولاتري شوك. اقل من 3 بتبقى رير، نادره، بتحدث في المالتيبل مايلوما. طيب انتقل النوع الرابع في الام اس كيو، يجيب لنا مساله ازاي يعني قدروا يحددوا نسب الانترال اكسترا. الاول قبل ما اجي الحته دي عاوز اقول لك حاجه لطيفه. احنا قلنا الاكسترا سير فلويد اللي هو 20% ده، في سؤال هنا مهم قوي يا اولاد، متقسم 4% ما بين خلايا الدم بلازما و16% بين خلايا الجسم اللي هو هنسميه انترستيشال فلويد. ممكن انت بقى تقول لي السؤال ده يبقى نسبه الانترستيشال فلويد للبلازما قد ايه يا اولاد؟ طيب قال لي سهله، 16 الى 4 تبقى 4 ل 1. انا عاوزكم فاهمين مش حافظين. هو ليه ربنا خلى الفلويد ما بين خلايا الجسم 4 مرات قد الفلويد بين خلايا الدم؟ الانترستيشال فلويد 4 تايمز البلازما. اقولها لك، لو جندي في معركه ونزف ولسه ما نقلناهوش المستشفى ولسه ما عندناش دم افيلابل نعوضه بيه، ربنا بيعوضه. عارف ازاي؟ ان عشان حجم الدم ما يتقلص والدم ضغطه ينهار والعين يتوفاه الله، ده الانترستيشال فلويد ده بيمثل احتياطي للبلازما، لانه 4 مرات قد البلازما، ال 20% 16 انترستيشال فلويد و4 بلازما. فاي نقص في البلازما عشان حجم الدم ما يتقلص والضغط ينهار والانسان يتعرض لخطر لحد ما ننقل له دم، ربنا بينقل له فلويد من الانترستيشال فلويد، عشان كده خلاه 4 تايمز ذات اوف بلازما. يبقى شفتوا يا اولاد الارقام بتنطق انه وراء الخلق خالق، ولما بتستوعبها بهذه الصوره you will never forget it. فقل للديترمينيشن، ازاي هم قدروا يحددوا البلازما والانترستيشال فلويد والتوتال بادي ووتر والانترا والاكسترا، الخمس حاجات دول عرفوها ازاي؟ بحاجه اسمها فيكس برينسبل، فيكس برينسبل او دايليوشن برينسبل. انا عاوز اتفق في طالب كاتب لي احنا الاعداد مختلفه عندنا، لا يمكن تبقى خالص مختلفه، بس مش خالص. لا يمكن الصوديوم لازم يبقى حوالي 140 يا اولاد، لازم الكلورايد يبقى حوالي 110، لازم البايكربونات حاجه 20. وانا قلت كل واحد ياخد الارقام اللي عنده، وقلت لكم هو في اتنين في الدنيا هيبقى عندهم نفس الرقم بالظبط؟ تفتكر يعني هو احنا نفس الطول نفس الوزن نفس لون الشعر بكل حاجه تقريبيه؟ طيب ده إجابة سؤال على الزميل اللي بيحط السؤال. أنا عاوز أقول لكم حاجة، إحنا قلنا أسبوعين هنفهم بعض بعدها. إحنا واحد سألني هل في ماث في الطب؟ أه طبعًا في ماث، بس ماث بسيط جدًا. أنا قسمت المسائل في الطب إلى نوعين. مسألة فيها رقمين بس تناسب طفل في ثالثة ابتدائي. لأن مفيش مسألة فيها رقم واحد، أسهل مسألة يبقى فيها رقمين. هو ده الفيك برنس النهارده ثالثه ابتدائي، لما هنرفع مستوى المناقشه في الاسموزيس هيبقى فيها اكتر من رقمين، هتبقى 5 ابتدائي. تعال نشوف ايه فكره الفيك برنس. انسى كلمه فيك برنس، اشرحها بطريقه كعادتي طفوليه. حضرتك الكوره دي فيها سائل، عاوزين نعرف حجمه، ما نعرفش قد ايه. حل معايا،
لو حقنت جوه الكرة دي 6 مللي جرام حاجة تنديكيت الحجم، انديكيتور يعني تدل على الحجم، 6 مللي جرام من مادة معينة، حلو؟ واستنيت 10 دقايق لما توزعت توزيع متجانس، لما حصل لها ايفن ديستريبيوشن، وبعدين خدت عينة لقيت كل لتر فيه 2 مللي جرام، كل لتر فيه 2 مللي جرام، يبقى الستة توزعوا 2 في كل لتر، حلو؟ يبقى تفتكر جوه فيه كام لتر؟ عرفت حلها ولا لا؟ الستة لما خدت لقيت الكونسنتريشن اهي 2 مللي جرام في كل لتر، يبقى الستة كل 2 في لتر يبقى توزعه في 3 لتر، يبقى جوه فيه 3 لتر. حسبتها ازاي؟ جبت ازاي الفوليوم؟ قسمت الاماونت اللي هي 6 مللي جرام على الكونسنتريشن اللي هو 2. ادي الفكرنس، كلام تافه. واحد قال لي ممكن تقولها لنا بطريقه طفوليه اكتر؟ قلت له بص يا بابا هقولها لك بقى بطريقه يعني حتى اعتبرها موسيقى. انا حقن 6 مللي جرام جوه، لقيت في 2 في كل لتر، يبقى دول في لتر ودول في لتر ودول في لتر، يبقى جوه في كام؟ عيب قوي، يبقى جوه في 3 لتر. ادي الفيك برينسبل، يعني راجل دخل التاريخ بطريقه سهله جدا، بيحقن انديكيتور يعني حاجه تنديكيت تدل على اللي جوه كميه معينه، وبيشوف بعد كده بعد 10 دقائق لما تتوزع توزيع متجانس شوف تركيزها ازاي. حقن 6 لقى فيه تركيز 2 في كل لتر، يبقى 100% ال 6 كل 2 في لتر كل 2 في لتر كل 2 في لتر، يبقى جوه فيه 3 لتر. حسبناها ازاي؟ قسمنا 6 على 2، حيث 6 دي ايه؟ الاماونت، و2 دي ايه؟ الكونسنتريشن بير لتر. ادي الفيك برنسبل، يبقى الفوليوم ايكوالز الاماونت ديفايدد باي دي كونسنتريشن. عيب قوي. طيب انا عاوز اقول لكم حاجه جميله. احنا عندنا 5 كومبارتمنتس، 3 بنقيسهم ميجرد اهم، و2 بتفهم عربي بنحسبهم كالكيوليتد، يبقى 3 بنقيسهم فعلا و2 بنحسبهم. هيجيبها لك مساله، ده النوع الرابع في الام اس كيو. هتعمل ايه؟ هتقسم الاماونت على الكونسنتريشن، عيب قوي، الاماونت 6 على 2. ازاي عرفوا التوتال بادي ووتر؟ لازم انديكيتور يتوزع في الميه جوه وبره. هقولها بطريقه لطيفه، مفيش حاجه تتوزع في الميه جوه وبره غير الميه نفسها. يبقى نجيب نوع معين من الميه، مش زي الميه اللي عندنا، ميه بس مش زي اللي عندنا، اللي هو الهيفي ووتر او السوبر هيفي ووتر اللي بيستخدموها في المفاعلات الذريه، في تبريد المفاعلات الذريه، اللي هو الهيفي ووتر اهي 2 او سوبر هيفي اللي هي 3 H2O، او يسموها ترايتيوم اوكسايد او ديوتريوم اوكسايد، ماء ثقيل بتاع المفاعلات الذريه، هو الميه هتتخفف جوه وبره. يبقى الانديكيتور هنا في حاله التوتال بادي ووتر هو الماء الثقيل او التريتيوم اوكسايد. طب ازاي بيعرفوا حجم الاكسترا سيلولار فلويد؟ طالب ذكي قال لي انا بقى فهمت انت بتقول ايه، يبقى نجيب حاجه تتخفف في الميه بره بس، بره بس وما تدخلش جوه الخلايا. زي ايه؟ الانيولين. انا عاوزكم فاهمين الانيولين ده يا اولاد سكر. عمرك سمعت عن الانيولين؟ طالب قال لي لا ما سمعتش عنه، انا سمعت عن الجلوكوز بس ما سمعتش عن الانيولين. واقول لك حاجه، ولا الخلايا بتاعتك سمعت على الانيولين، فما بتاخدوش، بتسيبه بره فبيتخفف في الميه اللي بره بس، فيحدد الاكسترا فلويد. او في حاجه تانية، مش احنا قلنا الصوديوم معظمه، ما قلنا مش كله، معظمه بره الخلايا. يبقى الانديكيتور نستخدم صوديوم بس مش زي اللي عندنا بقى، صوديوم ثايوسلفيت، صوديوم ما عندناش منه عشان ما نلخبطوش مع الصوديوم اللي جوه، اسمه صوديوم ثايوسلفيت. طب ازاي بنعين البلازما يا اولاد؟ طالب ذكي قال لي يبقى نجيب حاجه تتخفف في البلازما بس، اللي هي بين خلايا الدم، عشان تبقى في البلازما بس لازم تلزق 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 في البلازما بروتين. في صبغه زرقاء بتلزق في البلازما بروتين اسمها ايفنز بلو داي. بلو داي يعني صبغه زرقاء، ايفنز اسم الشخص اللي اكتشفه، حتى عشان ما تنساهوش. فاكر ايفان الرهيب؟ فهي اسمها ايفنز بلو داي. او نجيب بلازما بروتين ليبل يعني متعلم
مش احنا لما بنشتري جاكيت ولا قميص بيبقى عليه ليبل كده مكتوب عليه الثمن والمقاس. فالقلب من ده متعلم بايودين مشع اللي هو 125، يبقى ليبل البيومن او البيومن ليبل ويز راديو اكتيف ايودين اللي هو 125. يبقى عشان احسب التوتال بادي ووتر اجيب حاجه بتتخفف في كل الميه جوه بره، مفيش غير الميه نفسها، يبقى نجيب نوع معين من الميه، الماء الثقيل او السوبر هيفي ووتر بتاع المفاعلات الذريه، تريتيوم اوكسايد او بيسموه ديوتريوم اوكسايد، عشان عين الاكسوسير يبقى حاجه ما تدخلش جوه الخلايا، سكر الخلايا ما تعرفوش اللي هو الانيولين، او صوديوم نوع معين من الصوديوم، صوديوم ثايسولفيت. طب عشان عين بلازما يبقى اجيب صبغه بتلزق في البلازما بروتين ايفنس بلو داي، او البيومين ليبل ويز راديو اكتيف ايودين اللي هو ايودين 121. طب في اتنين بنحسبهم، لو طرحت الاكسترا من التوتال يديك الانتر، يبقى ده بالحساب مش بالقياس. الانتر سيور فلويد تساوي التوتال بادي ووتر ناقص الاكسترا سيور فلويد. طب لو طرحت البلازما من الاكسترا سيور فلويد، اكسترا سيور فلويد ماينس بلازما تديك الانترستيشال فلويد. يبقى كام كومبارتمنت لازم نعرفهم يا ولاد؟ 5. 3 بنقيسهم بانديكيتور و2 بنحسبهم. انت بقى تعيد الفيديو. بس الاوائل احب اقول لهم حاجه. يبقى اهم صفه في الانديكيتور انه يتوزع فقط في الحاجه اللي عاوز تقيسها. لو عاوز تقيس توتال بادي ووتر يبقى في كل الميه. الاكسسوار يبقى في الاكسسوار بس. البلازما يبقى في البلازما بس. بس في اوصاف اخرى بالعقل يا اولاد. لازم الانديكيتور ده يبقى نوت توكسيك. مش هدي حاجه تسمم العيان. لازم لا يستخدم بالجسم، والا هدور عليه ازاي ما هو خلص الجسم يستخدمه، يبقى نوت ميتابولايزد. لازم لا يؤثر على الديستريبيوشن اوف ووتر ما بين الديفرنت كومبارتمنت، لا هغيرها يبقى بقيس حاجه مختلفه، يبقى داز نوت ديسترب الووتر ديستريبيوشن. يعني حاجات كلها بلا لا سام ولا يستخدم بالميتابوليزم بتاع الجسم، ولا ياثر على توزيع الميه، وسهل قياسه، ايزلي ميجر، مش هجيب حاجه قياسها صعب. انا بأتمني بقسم المعلومات، معلومات اساسيه ومعلومات غير اساسيه، بسميها معلومات للشحاتين. المعلومات الاساسيه هي ان الانديكيتور يتوزع في الكومبارتمنت المراد قياسه. طب معلومات غير اساسيه ان يكون مش سام، يكون نوت ميتابولايز، لا سهل قياسه، لا يؤثر على توزيع الميه. دي كانت اللوحه الاولى يا اولاد، وانا عارف هي خدت مننا وقت كتير شويه عشان قلنا المقدمات، هنمشي اسرع بعد كده. يبقى اوعى تنسى، اتكلمنا على البادي ووتر، اتكلمنا على حجمه وتوزيعه والجدول ما بينهم، اختلفوا قلنا في 4 اشياء واتفقوا في شيء واحد، ثم ازاي نقيسها بالفيكس برينسبل او الدايليوشن برينسبل، وقلت 3 من الخمسة بنقصهم فعلا ميجر، و2 بنعينهم اللي هم بالحساب. باقي اللوحة الثانية اللي هو موضوع الهيموستيزيس. نيجي موضوع الهوميوستيزيس. ده سؤال نظري مهم، يبقى حضرتك تكتب لي الهوميوستيزيس سؤال نظري مهم. هذا التعبير اللي هو الهوميوستيزيس اول شخص فكر فيه وحطه كان والتر كانون، ده راجل امريكاني في سنه 1929. التعبير ده دلوقتي انا عاوز نتفق ما هو هذا التعبير، يعني ايه هوميوستيزيس؟ انا بقول هوم يعني مسكن، هوم هو السكن، وستيزيس يعني تثبيت، فبقولها بطريقه طفوليه يا اولاد. السمك يعيش في الماء، حلو، يبقى بيت السمك هو الماء. طب بنفس المنطق البسيط، بيت خلايا الجسم هو مين؟ الخلايا الجسم عايشة في مين؟ كما يعيش السمك في الماء تعيش خلايا الجسم في الاكسوسير فلويد. فاما اقول انا عاوز اثبت البيت هوميوستيزيس، هوميوستيزيس يعني تثبيت، قلنا استاتيكية يعني نثبت، ديناميكية نحرك، عارفينها. هوميوستيزيس يعني تثبيت المسكن، والمعني بالانترنال انفايرمنت، البيئة الداخلية بتاعة الخلايا هي الاكسوسير فلويد. يبقى to keep the extracellular fluid اللي هو internal environment constant. كده تاخد صفر. طالب قال لي ليه؟ ما اقولها لك.
ينفع نثبت درجة حرارة؟ ممكن نثبت درجة حرارة، هنثبتها، ايه رأيك نثبتها؟ بس نثبتها عند 50. طالب قال لي ما ينفعش. ليه؟ قال لي لان بروتينات الجسم هيتغير تركيبها، يسموها دي ناتوريشن ونموت. يبقى الموضوع مش اي تثبيت، لازم اثبت المسكن في النقطة المثلى for optimum function cells. يبقى لو ما كملتش دي هتاخد صفر. لو قلت هوميوستيزيس، تثبيت المسكن، تثبيت الانترنال انفايرمنت اللي هي في حاله الخلايا، الخلايا تعيش كما السمك يعيش في الماء، الخلايا تعيش في الاكستراسيلولار فلويد، يبقى تثبيت المسكن اللي هو الاكستراسيلولار فلويد الانترنال انفايرمنت كونستانت فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. لازم اثبت الحراره عن 37، البي اتش عن 7.4 عن سو اون. يبقى الديفينيشن بينقسم الى شقين، تثبيت المسكن، افتح ودنك، في الوضع الامثل، تثبيت المسكن في الوضع الامثل. نيجي نوع خامس في الام اس كيو، في كلمات متشابهه، يجيب لك هو الحاجات المتشابهه. هناخد في البلاد تعبير مش هوميوستيزيس، شوف التشابه، هيموستيزيس. ايه ده؟ هيم يا اولاد في اللغه انت بتكتب معناها حديد، المعنى الحرفي هيم يعني حديد. ولان الحديد، الحديد يا اولاد 70% منه موجود في الدم، عشان كده بقت كلمة هيم حرفيا معناها حديد، في المعنى معناها دم، لأن 70% من الحديد موجود في الدم. فما أقول هيموستيزيس يعني ستوبج أوف بليدنج، إن أنا أوقف الدم يعني أوقف النزيف. فأدي النوع الخامس في الإم إس كيو، يبقى ما تلخبطش، هوميوستيزيس غير هيموستيزيس. المقطع الاول هو اللي بيفرق، بيتكلم على هوم مسكن انترنال انفايرمنت، كما يعيش السمك في الماء تعيش السيلز في الاكستراسيلولار فلويد. انما هيم بمعنى حديد والمعنى المجازي دم، تثبيت الدم يعني ستوبج اوف بليدنج. ادي نوع خامس في الام اس كيو. يبقى اقرا عنوان السؤال صح، هل هو عنوان السؤال هوميوستيزيس اللي هو موضوعنا ولا هيموستيزيس؟ دي كانت اول نقطه في النقاط السبعه في السؤال النظري. برضه قلت هنفهم بعض بعد اسبوعين. واحد يقول لي انت ايه بتقول سبع نقط من الاول قبل ما تبتدي؟ حاجه هدرسها لكم في السيكولوجي باذن الله السنه الجايه، باذن الله في سنه ثانيه، اسمها المنتال سيت، التهيؤ الذهني. وجدنا ان لو الشخص مهيئ ان الموضوع سبع نقط هيتذكرها احسن من لو قلنا له سبع نقط من غير ما نقول هيئ نفسك انهم سبعه، هو مش عارف هم 10 هم 5. لكن لما اقول له ان هم من اول سبعه هيقعد يعد معايا، يقول نقطه ادي الثانيه ادي الثالثه، لا التذاكره بتبقى احسن. دائما ابدا في كل موضوع هقول لك هتكلم في كام نقطه الاول، مش هنسيح الموضوع. ففي الهوميوستيزيس سبع نقط وبحطهم لك باللون الاسود قصادك، قلت لك بعد اسبوعين هنفهم بعض. اول نقطه ديفينيشن، يبقى تو كيب المسكن، المسكن اللي هو الانترنال انفايرمنت، الخلايا بتعيش فين؟ كما يعيش السمك في الماء تعيش الخلايا في الاكستراسيلولار فلويد. يبقى المقصود بالانترنال انفايرمنت هو الاكستراسيلولار فلويد كونستنت في الوضع الامثل فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. النقطة الثانية الاكزامبلز، احنا بنثبت يا اولاد سبع حاجات. طالب قال لي عندك طريقة تحفظ لنا؟ قلت له اه، في ثلاثة لازم تقول الأمثلة بالأرقام. بنثبت التمبرتشر عن 37 عارفينها، البي اتش عن 7.4 عارفينها، الأزموليتي 290 مللي أزمول، أو لو قلتها في صورة أزموتيك بريشر وهنقول العلاقة بينهم تبقى 5000 ملي متر مربع. يبقى أول ثلاثة التمبرتشر والبي اتش والأزموتيك بريشر تقولهم بأرقامين. الثلاثة اللي بعديهم محطوط عليهم، شوف أحب النظام قوي ده، أنا له خط أسود حتى الألوان بتساعدك. الثلاثة اللي بعديهم تحتيهم خط أحمر. لازم نثبت، حلوة الجملة اللي جاية، الهواء والماء والغذاء. لازم الاكستراسيلولار فلويد يبقى فيه الاغذيه فيه ثابته، الميه ثابته، الغازات ثابته، يبقى بنثبت البلاك جاسز، نسبه الاكسجين والكربون دايوكسيد في الاكستراسيلولار فلويد. والماء الفوليوم لازم يبقى حجم الاكستراسيلولار فلويد ثابت، والنيوترينتس الغذاء، يبقى مش هتنساهم الماء والهواء والغذاء. يبقى واحده لوحدها لازم نثبت الالكترولايتس. يبقى فهمت السبع حاجات اللي بنثبتهم؟ حلوه الطريقه دي مش كده؟ ثلاثة هتقول بالأرقام temperature pH and osmotic pressure، وثلاثة الماء والهواء والغذاء volume nutrients and gases والإلكترولايتس، وتدي أمثلة. عشان تثبت حرارة عن 37 لو جبت طفل هيقول لك يبقى لازم عشان تبقى ثابتة يبقى الهيت برودكشن الطاقة الناتجة
equals the heat loss تساوي الطاقة المفقودة وعشان كده temperature ثابته. طيب عشان اثبت ال pH والوقتي انتوا فاهمينها بقى الاول مرة عارفين ايه ال pH power of hydrogen potential hydrogen الكيميكال بافرز اي حمض بيتم انتاجه في الجسم بنعمل له بافر الاول كيميكال بافر ده سريع جدا لكن بيحول الحمض القوي لحمض ضعيف ما بيخلص منه تماما يعني الكيميكال بافرز ودي هنجلها في الكيدني باذن الله ما بتخلص من الاحماض تماما تحول لحاجه قويه اللي ممكن تموت لحاجه ضعيفه ما تموتش بعد كده عندي ريسبيراتوري سيستم ريسبيراتوري سيستم والكيدنيز واحد يقول لي ليه فهمنا احماض نوعان يا اولاد احماض في الجسم اللي بتيجي الجسم نوعان فولاتايل يعني متطايره وفيكسد يعني غير متطايره فالفولاتايل تخلص منها منين كربونيك اسيد بيتحول لميه وسي او 2 سي او 2 يطلع عن طريق اللانج يبقى الريسبيراتوري سيستم بيتخلص من الفولاتايل اسيدز طب الفيكسد اسيد زي الفوسفوريك اسيد زي اللاكتيك اسيد ينزل في البول في الكيدني عشان كده عاوز ناس فاهمه يبقى الاول مين بيتصدى للحمض الجسم لا ينتج غير احماض الكيميكال بافرز تحول الحمض القوي لحمض ضعيف انواع الاحماض الاحماض نوعان يا فولاتايل عن طريق الريسبريشن يا فيكسد ينزل في اليورين كده ناس فاهمه عمرها ما تنسى يبقى ثلاث حاجات بيظبطوا البي اتش النقطه الثالثه كنترولد انهي اورجانز بيظبط الكلام ده هل اورجان معين ده في الامس كيو كنترولد باي موست اورجانز اور سيستمز اور تيشوز كل ده صح معظم الاورجانز معظم السيستم معظم التيشو بتظبط يعني اديك حاجه مثال تاني الجلوكوز مثلا في الدم اللي هو نيوترينز بيتظبط بالليفر بالكبد لانه بيختزل الجلوكوز لو لقى اقل يحطه في الدم لقى زاد ياخده يخزنه والهرمونز في هرمونز بترفع جلوكوز وهرمونز بتنقص جلوكوز اذا نشوف كم سيستم بيساهم موست اورجانز most systems most tissues دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة احنا قلنا هما كام نقطة فاكر سبعة includes three exchange ثلاث تبادلات الانتراسيلر فلويد بيتبادل مع الانترستيشال فلويد والانترستيشال فلويد يتبادل مع البلازما وهما الاثنين يعتبروا اكستراسيلر يبقى اول تبادل الانترا مع الانترستيشال فلويد الانترا مع الفلويد ما بين خلايا الجسم ثم الفلويد اللي ما بين خلايا الجسم بين خلايا الدم البلازما ثم البلازما بتتبادل مع السيستمز او الاكسترنال اتموسفير زي مثلا في حاله البلاد جاسز ان احنا نطلع الكربون دايوكسيد اهو ده تبادل وناخد عوضا عنه اكسجين النقطه الرابعه خمسه امبورتنس ايه اهميه الهوميوستاسيس ايه اهميه اقول لك حاجه الفيسيولوجي كله الدراسه الاساسيه فيه هوميوستاسيس ازاي هنثبت الوظائف بتاعه الجسم في الوضع الامثل it is essential افتح ودنك for life للحياه مهمه للجروث النمو والفانكشنز keeps يعني تحتفظ بالفيزي الفيزيكال والكيميكال انفايرمنت بالحاجات الفيزيكال والكيميكال اندبندنت بغض النظر عن الانترنال او اكسترنال تشينجز يعني الحراره مثلا دي حاجه فيزيكال درجه الحراره بره تنخفض الدنيا تبقى برد تحت الصفر ترتفع تبقى 50 حراره الجسم 37 يبقى بغض النظر عن الاكسترنال تشينجز الانفايرمنت هتقعد ثابته فيزيكال وكيميكال كيميكال زي الجلوكوز بنحافظ على نسبه الجلوكوز في حدود 100 ملي جرام بيرسنت خلاص الليفر لو لقيته ناقص تشيل تحط من المخزون بتاعها زاد في الدم تخزنه عندها ان سو اون يبقى اتس اسينشال فور لايف فور جروث اند فانكشنز بيحافظ على الفيزيكال والكيميكال برغم ان في انترنال واكسترنال تشينجز النقطه السادسه كنترول سيستمز الحقيقة كل السيستم بتستخدم في الكنترول إنما the most important to control system يعني شوف كل كلمة أنا أعني ما أقوله وأقول ما أعنيه هتسمع الجملة دي مني كتير قلنا بعد أسبوعين هناخد على بعض إن الكنترول سيستمز الطالب العادي يقول فيه تو كنترول سيستمز إنما الطالب الغير عادي يقول إنه many but
two main control systems اللي هما النيرفس والاندوكراينال. الاندوكراينال بيشتغل عن طريق الهرمونز وبيبقى سلو اهو بطيء. ليه بقى؟ لان الهرمون بيمشي في الدم واسرع سرعه في الدم اشوف مين يفتكرها في السيركوليشن نص متر في الثانيه، وده فين؟ في شريان الاورطه، نص متر اقصى سرعه. او النيرفس ده يتميز بانه رابيد. طيب مين مكونات النيرفس؟ الاستراكشر يونت، وحده التركيب في الجهاز العصبي، افتح ودنك، النيرون. انما الفانكشنال يونت وحده الوظيفه اللي هو ريفلكس ارك، قوس الانعكاس. لما شكت في ايدك ريسبتور يحس الشكه يبعت عن طريق عصب وارد، السنتر يقرر انك تبعد ايدك يبعت عن طريق عصب صادر يشغل عضله تبعد ايدك عن الشكه. يبقى شكله زي الارش، زي القوس، فعشان كده يسموه ريفلكس ارك. اهو ده النوع خامس في الام اس كيو، ان في النيرفس سيستم مين الاستراكشر يونت، وحده التركيب، ما تلخبطش، النيرون الخليه العصبيه. بينما مين ريفلكس، مين الفانكشنال يونت، وحده الوظيفه، ريفلكس ارك. هنا بقى سؤال جميل واحد بيقوله لي، هو ليه ربنا عمل تو مين كنترول سيستم؟ يعني مش احنا بنقول المركب اللي ليها رئيسين تغرق؟ هو ليه ربنا عمل رئيسين اساسيين، اندوكراينال سلو، لانه قلنا سرعه الهرمون مرتبطه بالدم اللي هو اعلى سرعه، اعلى سرعه نص متر في الاورطه. بينما نيرفس رابيد، عارف رابيد ليه؟ لانه سرعه الاشاره العصبيه، افتح ودنك شوف مين يفتكرها في البرانش الجاي، النيرف، اقصى سرعه مش نص متر، 120 متر في الثانيه، عشان كده سريع جدا. هو ليه ربنا عمل واحد سريع وواحد بطيء؟ اقول لك انا، واحد يبتدي والتاني يكمل. واحد يقول لي مش فاهم، ادينا مثال. لازم اديك مثال. حضرتك كلت الاكل في ثواني بيترك الفم وينزل في المعده، يبقى لازم العصاره المعديه تطلع بسرعه. مين اللي طلعها؟ جاوب من اللي انت شايفه، يبقى النيرفس. بس الاكل هيستقر في المعده لساعات، يبقى مين يكمل افراز العصاره المعديه؟ الهرمونز، هرمون اسمه جاسترين يطلع الجاستريك سيكريشن. يبقى ليه ربنا عمل تو كنترول سيستم، واحد سريع يبتدئ وواحد بطيء يكمل؟ طيب النقطه السابعه والاخيره يا اولاد، الميكانيزمز بيشتغلوا ازاي؟ الكنترول سيستمز اللي هم فيهم اثنين مهمين، بتو مين ميكانيزمز، نيجاتيف فيدباك ميكانيزم وبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. يبقى نيجاتيف وبوزيتيف، ده سؤال مهم جدا برضه في الام اس كيو. معظم الفيدباك ميكانيزمز اللي في الجسم بتبقى نيجاتيف، ده الموست كومن. واديني مثال، نفرض هرمون A بيزود هرمون B، طب كده بقى هرمون B زاد عن الحد اللي مفروض، ما ينفعش. فهرمون B لما يزيد يبعت يفيدباك، خد بالك سموها ليه فيدباك، تغذية خلفية، يقول له هرمون ايه عيب كده، انت زودتني قوي، فينقص هرمون ايه وعليه هرمون بي يرجع للنورمال. يبقى ايه رايك في العلاقه بين ايه وبي هنا؟ ايه زود بي انما بي نقص ايه، يبقى العلاقه عكسيه. او ممكن نقولها بالعكس، هرمون ايه ما عملش استيميليشن لبي كفايه، خلى هرمون بي في الدم اقل مما ينبغي، فلما هرمون بي قل يبعت يقول لي ايه عيب كده، انت مقللني قوي، اديني اكتر، يبقى يزود هرمون ايه. حتى خد بالك الاسود مع الاسود، لما هرمون ايه زود بي، بي نقص ايه، لما هرمون ايه باللون الاحمر نقص بي، بي قال له ما ينفعش زود ايه. يبقى لما الاشاره تختلف نسميها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، والغرض منها انها تريزيست التشينجز، تمنع ان الهرمون يزيد قوي وتمنع ان الهرمون يقل قوي، تقاوم التغير. وده معظم انواع الفيدباك في اجسادنا. اما البوزيتيف فيدباك تارير، ده كومون، ده رير، ده نادر، وسمتايمز ليثال يعني مميت. هنا هرمون A بيزود B، وبي يقول لي ايه مش كفايه كده زودنا اكتر، يستيميليت ايه فيستيميليت بي اكتر، انسو اون. يبقى هنا
البوست فيدباك ميكانيزم بيعمل ايه؟ بي انتنسفايز التشينجز، بيقوي التغير، ايه يزود بي فبيقول له مش كفايه، يزود ايه فيزود بي اكتر واكتر اند سو اون. واحد يقول لي طب ادينا امثله، احسن مثال بنات هيحبوه قوي قوي في الجهاز التناثلي للمراه، تصور احسن مثالين التبويض الاوفيليشن اللي بتطلع كل شهر، الاوفري الميبيب بيطلع بويضه. اقول لك ده بيحصل هرمون الايستروجين مساوي يزود الهرمون بتاع التبويض اسمه لوتينايزنج هرمون، فيزود الايستروجين اكتر، فيزود اللوتينايزنج اكتر، ففي الاخر ينفجر الجرافيوم فوليكل وتطلع منه البويضه. يبقى التبويض بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. طبعا برضو الجهاز التناسلي بتاع المراه في الولاده، لما راس البيبي بتنزل في عنق الرحم بتوسع عنق الرحم راس البيبي، فلما يتسع عنق الرحم يطلع امبلس تجيب هرمون اسمه اكستوسين يقبض الرحم، فالبيبي ينزل اكتر فيوسع عنق الرحم اكتر فيطلع مور اكستوسين انقباض اكتر، ينزل راس البيبي اكتر يوسع العنق الرحم اكتر بوزيتيف فيدباك. يبقى اتساع العنق يطلع اكستوسين اللي يوسع العنق اكتر فيطلع مور اكستوسين يوسع العنق اكتر لحد ما البيبي يتولد. يبقى الولاده والتبويض بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. بيقول لكم خطا يا اولاد، اول خطوه في البلاك كواجيليشن بس هي البوزيتيف فيدباك، انه فاكتور 12 ده اهم فاكتور في البلاك كواجيليشن، ده الخطوه الاولى. يحول ماده اسمها بريكالكرين الى كالكرين، فالكالكرين ياكتيفيت فاكتور 12، فاكتور 12 يحول اكتر البريكالكرين الى كالكرين يزود الكالكرين، يعني فاكتور 12 يزود الكالكرين وفاكتور والكالكرين ياكتيفيت اكتر 12 و12 ياكتيفيت الكالكرين عشان تعمل جلطه بسرعه وتوقف النزيف. يبقى مش اي خطوه في البلاد كلوتينج، الخطوه الاولى بس. لكن سام تايمز البوزيتيف فيدباك ده بيبقى ليثال. واحد يقول لي طب ادينا امثله ازاي ممكن يبقى مميت؟ في حالات السيركولاتوري شوك لو حصل انهيار ضخم في الضغط، يبقى ضغط الدم الشرياني، يبقى كميه الدم اللي هتروح عضله القلب يحصل لها ايه؟ تقل، لان الضغط قليل ما فيش. طيب فعضله القلب لما ما يجيلهاش دم تنقبض بضعف، تضخ دم قليل فالضغط يقل اكتر، فعضله القلب يجيلها دم اقل فالضغط يقل اكتر لحد ما الانسان يتوفاه الله. يبقى ده القصه. اوعى تفتكر بقى في البوزيتيف فيدباك امتى يبقى بوزيتيف؟ لما يتفق الاشارتين، الزياده تزود او النقص ينقص. وهو هنرجع على رسمه تاني. يبقى A يزود B، B يزود A بوزيتيف. تصور A نقص B باللون الأحمر وB نقص A، يعني الإشارة متفقة إن كان الاثنين بينقصوا بعض يبقى بوزيتيف. عشان دي نقطة مهمة جدا في الفهم يا ولاد. يبقى تعالى بقى نقول واحد من أصعب الأسئلة في الـ MSQ، إيه الفرق بين البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك؟ أول فرق ده الموست كومن، إنما ده رير وسام تايم ليثال زي ما وريتكم. النيجاتيف فيدباك بيريزيست التشينجز، بيمنع التغير، بي عاوز يثبت، فما ايه بيزوده بقول له كفايه كده ما تزودنيش اكتر، لو ناقص يقول له زودني اكتر، يعني بيحاول يثبت يريزيست التشينجز ما يحصلش تغير. طب النقطه الثالثه ان الاشاره مختلفه، A زود B بالاسود وبي نقص A، او A نقص B بالاحمر وبي نقص فيزود A، يبقى اختلاف الاشاره تبقى نيجاتيف. انما في البوزيتيف فيدباك اول نقطه رير وساعات تبقى ليثال زي في السيركولاتوري شوك، الضغط ينهار فعضله القلب ما يروحلهاش دم فتنقبض بضعف فالضغط ينهار اكتر، فعضله القلب ما يجيلهاش دم اكتر فتضعف اكتر، يبقى سام تايم ليثال تنتهي البوزيتيف فيدباك يموتنا زي في السيركولاتوري شوك. الغرض منه ايه بقى البوزيتيف؟ انه انتنسفاي تشينج، يقوي تشينج، سواء يزوده اكتر زي في التبويض وفي الولاده، او يهببها اكتر مع الاعتذار زي في السيكولاتي شوك، نقص الضغط اللي في عضله القلب ينقصه اكتر بانتنسفايد تشينجز. وهنا الاشاره خد بالك يا اولاد تبقى متفقه، الزياده تزود او النقص ينقص، تبقى بوزيتيف بوزيتيف لو اتفقت الاشاره، لو اتفقت الاشاره، نيجاتيف لو اختلفت الاشاره. يبقى ما يجي لك سؤال هوميوستيزيس يا اولاد هتجاوبه في كام نقطه؟ انت بقى هتراجع الفيديو، انما انا هرجع لك العناوين بس، ديفينيشن او نقطه من السبعه، اكزامبل ثاني نقطه، موست اورجانز بيعملوا الهوميوستيزيس، وبعدين ثري اكشينجز النقطه الرابعه، الامبورتنس اسينشال فور لايف النقطه الخامسه،
الكنترول سيستم كتير، بس في تو مين اللي هم الاندوكراينال والنيرفس والميكانيزم، اتنين نيجاتيف 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 ثم بوزيتيف، وهتاخد على طريقتي لما اعيد حاجه ثلاث مرات يبقى هي دي الاهم، نيجاتيف ثم نيجاتيف ثم نيجاتيف ثم بوزيتيف. ولا تنسى في سؤال ام اس كيو، لان انا حافظ الاسئله وورد وايد يا اولاد، ايه الفرق بين هوميوستاسيس تثبيت المسكن وموضوع تاني خالص اسمه هيموستاسيس؟ هنا تثبيت الاكسسوار فلويد في الوضع الامثل، انما هنا ايقاف النزيف. هتعرفها منين؟ من المقطع الاول، هوم مسكن اكسسوار فلويد ولا هيم دم. طيب دي كانت في اللوحه الثانيه، نيجي اللوحه الثالثه. كل شويه تلاقي الموضوع بقى اسهل. سيل ميمبرين يا اولاد، سيل ميمبرين ده مفروض هيستولوجي اساسا، بس مش هنفهم فيسيولوجي من غير ما نفهم السيل ميمبرين. ف ده لو هكتب عليه سؤال نظري اكتب نظري بس، يعني غالبا بيسيبوه للهيستولوجي يجيبوه. هتجاوبوا ازاي؟ سيل ميمبرين بيسموه البلازما ميمبرين. هتجاوبوا خمس حقائق، والحقيقة الخامسة هنشرحها ورقم السعد فيها كل حاجة فيها اتنين، هنشوف. يبقى خمس حقائق أساسية، لازم نبتدي بخمس حقائق أساسية ثم نشرح الحقيقة الخامسة تفصيليا. ده يسموه ايه اللي بقوله لك؟ منتال سيت، ان انت معدل فيه خمس حقائق. اول حاجة ان السيل ميمبرين فيري ثين يا اولاد، رفيع جدا، يعني بيبقى من 7.5 ل 10 نانومتر. واحد قال لي مش فاهم يعني ايه نانو دي. نانو يعني 9، يعني اديك مثال، المتر في 1000 ملي متر، انما المتر فيه كام نانومتر؟ الالف جنبها 3 اصفار، المتر فيه كام نانومتر؟ واحد جنبها 9 اصفار، يبقى النانو 9. وتعالى زي ما وعدتكم اقول فقره المعلومات العامه. عارف كتبت مقاله في الجرائد وموجوده على صفحتي في الفيسبوك، في التقويم الميلادي الشهور الميلاديه كانت في الاصل كان 10 بس. واحد قال لي ازاي ده؟ انا هثبتها لك. وبعدين يوليوس قيصر اقحم روحه قال حطوا لي شهر، شهر يوليا 31 يوم. جه اوغسطينوس قال حطوا لي شهر، شهر اغسطس، وحتى انه مش اقل من يوليوس. لو لاحظت هم دول بس الشهرين ال 31 منهم ورا بعض، عشان يوليوس مش اقل من اوغسطينوس. طب وعليه لما اتزنق الشهرين دول في النص، الشهور الاربعه اللي وراهم تم ترحيلها. وبدليل شهر سبتمبر، عارف يعني ايه كلمه سبت في اللغه؟ السبت، اللي هو السابع، الشهر السابع، لما اتزنق اثنين بقى هو دلوقتي الشهر التاسع. خلاص؟ وبعدين اكتوبر، اكت يعني 8، دلوقتي اكتوبر. خلاص؟ اكت يعني مفروض 8، انما هو الشهر العاشر. وبعدين نونا نوفمبر كان المفروض يبقى التاسع، هو الشهر ال 11. وبعدين ديسمبر، ديكا يعني 10، هو دلوقتي الشهر ال 12. شفت لطيفه ازاي المعلومات العامه؟ يبقى الشهور الميلاديه كانت في الاصل كام شهر يا اولاد؟ 10. مين زقوا روحهم في النص؟ يوليا اغسطس، عشان يوليوس واوغسطينوس، وعشان كده هم الشهرين ال 31 ايه؟ يوم. فسبت سبتمبر كان المفروض سبت في اللغه دي، اتعلمت بقى ترمينولوجي حلو، سبت يعني 7 بقى هو التاسع. اكت يعني 8 بقى اكتوبر هو الشهر العاشر. نوفمبر 9 بقى هو ال 11، نونا يعني 9 فبقى ال 11، وديكا يعني 10 بقى هو ال 12 ديسمبر. واقول لك معلومات جميله تاني فوق البيعه، ابقى اقراها في المقاله. مين السنه الكبيسه الوحيده اللي تقبل القسمه على 4 على 4، ومع ذلك شهر فبراير مش 29 يوم 28 يوم. طيب حاجه اصعب، مين اليوم اللي ناموا فيه العالم وصحيوا لقوا الكالندر السنه اتقدمت 10 ايام؟ اقراها في المقاله. يعني مثلا هتنام النهارده يوم 1 هتصحى يقول لك بكره يوم 11، عشان تصحيح خطا معين. هتلاقيه على صفحتي في الفيسبوك. قلت لك هقول معلومات عامه متعلقه بموضوع. And you'll never forget it. نونا يعني 9. نوفمبر كان الشهر التاسع بسبب يوليوس، واغسطس بقى الشهر ال 11. وديك اتعلمت سبت سبتمبر 7 الاساسه بقى التاسع، وبعدين قلنا اكت يعني 8، ديك اتعلمت يعني هنجيلها اكت دي مليون مره، وبعدين
النونة يعني 9 وديكا يعني 10، كل ده تم ترحيله 2 وانت فاهم ليه. يبقى مش اي معلومات عامة، لازم تصل بالموضوع يا اولاد. طيب يبقى اول معلومة قلنا ان السيل ممبرين في المعلومات الخمسة الاساسية انه very thin 7.5 to 10 nanometers، ده فاهم المتر 1000 ملليمتر، المتر 9 أصفار نانومتر. ممكن نقولها بالانجسترام، الانجسترام النانومتر فيه 10 انجسترام، يبقى تضرب الرقم ده في 10 يبقى بدل 7.5 ل10 ممكن يجيبها لك في الامش كيو 75 لـ100 انجسترام، يبقى بالنانومتر 7.5 ل10، بالانجسترام 7.5 لـ100. تاني معلومة انه الاستيك، متوقع طبعا لازم السيل ميمبرين يبقى الاستيك، والا الواحد كان على اخر النهار بسبب الضغوط المختلفة كل واحد بيهزر معاه يخبطه كده كان انبعج وما يتصلحش تاني، انما هو زي البالونة تضغط عليها ترجع تاني، ليه؟ لانها الاستيك. تالت معلومة انه السيل ميمبرين دايناميك. اقول لك معلومة جميلة هنا، تجميع حلو قوي، كل حاجة في جسمك دايناميك بتتغير ما عدا، افتح ودانك شوف مين يفتكرها، نيرف سيلز وماسل سيلز. لو فقدت نيرف او ماسل سيلز ما تعوضهاش تاني، كل حاجه دايناميك. افتح ودنك بما فيها العظم، العظم بيتغير، السيل ميمبرين بيتغير. المعلومه الرابعه ان السيل ميمبرين سيمي بيرميابل، شبه منفذ. دي مهمه في الام اس كيو جدا، لانه لو بتكلم على الميه بس فهو فريلي بيرميبل تو ووتر، طبعا الخلايا مش هتعيش من غير ميه، بتكلم على الاوكسجين بس فريلي بيرميبل تو اوكسجين، انما في مواد تانية زي التوكسين امبيرميبل ما يفوتهاش. يبقى في العموم هو بيفوت حاجات وما يفوتش حاجات فيتقال عليه سيمي بيرميبل. وادي النوع السادس في الام اس كيو، فرق بين عموم اللفظ وخصوص اللفظ. لما يقول لك السيل ميمبرين في المطلق، في المطلق سيمي بيرميبل، لكن لما يحدد لي ماده بذاتها لا، ما يبقاش سيمي بيرميبل. للميه والاوكسجين فريلي بيرميبل، لما يحدد لي التوكسينز امبيرميبل، التوكسينز كتير. النقطه الخامسه، كومبوزد من الثلاث مواد الاساسيه الاورجانيك، ليبيد بروتين وكربوهيدرات. يبقى حضرتك هتعيد الفيديو، يبقى في كام حقيقه اساسيه لو جالك سؤال نظري ايه في السيل ميمبرين، وده نظري بس مش مهم السؤال، هتقول لي خمسه، فيري ثين، إلاستيك، دايناميك، سيمي بيرميبل، كومبوزد اوف ليبيد بروتين اند كربوهيدرات. عايزك تبقى توقف الفيديو وتحاول تفتكرهم، لان الذاكره كما العضله، العضله اما تشغلها تقوى، الذاكره اما تشغلها تقوى، ما تشغلهاش تضعف. قلت بعد اسبوعين هنفهم بعض. رقم السعد هناخد عليه دلوقتي، ان انا هتكلم على ليبيد وبروتين وكربوهيدرات. ايه رقم السعد اللاك نمبر 2؟ يعني انا عامل لك تهيئ ذهني كل حاجه هقولها لك 2. فلما اقول لك الليبيد كام لاير؟ 2 لايرز، حتى يسموه باي لاير، اهو ده السيل ميمبرين اهو، الليبيد عامله 2 لايرز. التايبس اوف ليبيد اللي موجوده في السيل ميمبرين 2 تايبس، ده للطالب العادي، للاوائل 2 مين تايبس، هما يوجد نوعان اساسيان، 2 مين تايبس. النوع الاساسي فوسفوليبيد 25% والكوليسترول 13%، يبقى اكتر واحد هو الفوسفوليبيد، لان انا بقول الليبيد في السيل ميمبرين 42%، معظمهم فوسفوليبيد 25% والكوليسترول اقل 13. طب انا لما اجمعهم كده يبقى 38، لسه في 4%. في حاجات تانية، اشهر نوع في حاجات تانية اسمه سفينجوليبيدز، للاوائل الاوائل بقى، يعني الطالب الممتاز يقول فيه 2 تايبس فوسفوليبيد وكوليسترول، الاوائل يقول لا 2 مين تايبس. شوف الدقه، انا اعني ما اقوله واقول ما اعنيه، في سفينجوليبيدز 4%. هو ليه ربنا عمل نوعين من الليبيد؟ كل واحد له وظيفه، واحد انا فاكر مسؤول عن الطفنس صلابه الممبرين، والتاني مسؤول عن البرميابيليتي نفاذيه الممبرين والفلكسبيليتي مرونة الممبرين. طالب قال لي انا هلخبطهم، اقول له في معلومات هعلمها لك مع العبد الله انت عارفها ومش عارف انك عارفها. قال لي اديني مثال. حضرتك تصلب الشرايين مرتبط بمين في الاثنين دول؟ قال لي انا قبل ما ادخل كليه الطب مرتبط بالكوليسترول. خلاص يا حبيبي، يبقى الكوليسترول مسؤول عن التصلب، الطفنس. شفت معلومه عارفها
ومش عارف انك عارفها. يبقى بالاكسكلوجن بالاستبعاد يبقى الفوسفوليبيدز هو المسؤول عن الفليكسيبيليتي والبرميابيليتي. شوف العلم اللطيف ازاي ما يبقى سهل. طيب الفوسفوليبيد ممبرين اللي هو الاهم بقى 25% من 42 الموليكيولز بتاعته معموله من هيد وتيل. وبرضه هقارن الهيد والتيل في نقطتين كله ينقسم لنقطتين ما قلت رقم الساعه 2. فالهيد هيدروفيليك، فيليك يعني يحب، تحب الميه وعليه تتجه ناحيه الميه. طب هو في فين ميه؟ الميه اهي بص اكسترا سيلر فلويد بره السيل وانترا سيلر. يبقى الهيدز هتروح لبره اكستيرور، بينما التيل، التيل اللي هو الديل بيبقى هيدروفوبيك كاره الميه، فيبعد على الميه فيبقى موجود جوه السيل ممبرين مش على جانبي السيل ممبرين حيث يوجد الماء. الهيد بتحب جانبي السيل ممبرين اكستيرور ناحيه بره، لان في ميه بره هنا في الاكسترا وميه بره هنا في الانترا. والتيلز دول على فكره بيادير تو ايتش اذر، بيبقوا اتراكتد تو ايتش اذر. طالب ذكي قال انا دلوقتي فهمت هو ليه الليبيد باي لير. قلت له طب قولها لي. قال لي انا عندي خيال لطيف، انا اعتبر انه الهيد والتيل الموليكيول دي عامله زي السمك. الهيد بتحب الميه، طب في ميه بره وميه جوه، فكان لازم الموليكيولز تقسم روحها الى مجموعتين، مجموعه تروح للميه اللي بره اهي ومجموعه تروح للميه اللي جوه اهي. عشان كده السيل ممبرين تو لايرز باي لايرز. مش قلت لك ان اور سيستم هنفهم كل حاجه؟ طيب الهيد فيها فوسفيت جروب يبقى 100% تشارجد لان الفوسفيت فيها شحنات، بينما التيل فري فاتي اسيد يبقى 100% ان تشارجد اهي. يبقى عرفنا كل حاجه في الليبيد 2 تو لايرز، وبعدين تو تايبس، تو مين تايبس، كوليسترول مسؤول عن الصلابه وفوسفوليبيد مسؤول عن البرميابيلتي والفلكسبيلتي. الفوسفوليبيد موليكيول جزئين هيد وتيل، الهيد هيدروفيليك يبقى اكستيرور، التيل هيدروفوبيك يبقى انتيرور. الهيد فيها فوسفيت جروب يبقى تشارجد، التيل ما فيهاش فوسفيت جروب يبقى ان تشارجد. طب في نقطه في الام اس كيو مهمه جدا، لما يبقى الموليكيول فيه حته بتحب الميه وحته ما بتحبش الميه يسموه ايه؟ هيسالك في الشفوي يسموه امفيباثيك. امفيباثيك اهي. واحد يقول لي طب انت عارف تفكرها لنا؟ اه فكرات بطريقه فيها مزاح. اما يقول لك اسمها ايه الخاصيه ان الجزيء فيه حته بتحب المايه وحته لا، بص كويس في الفص الممتحن وروح ماسك براخيه وقول له امفي باسك بس افتكرتها. بعدين طبعا هيطردك بره بس هتبقى جاوبت صح. يبقى حته بتحب وحته ما بتحبهاش موجوده في وش الممتحن. امفي باسك. ما لازم نهزر شويه عشان خاطر تفتكر. الطلبه بتقولي بنفتكر الحكايات زي معادتك في حكايات وبننسى ساعات المعلومات. الحكايات بتفكرنا بالمعلومات. طيب نيجي للبروتين. البروتين ده بقى اكتر واحد 55%، يبقى ده هو الاكثر. الليبيد 42%، الكربوهيدرات 3. يبقى دي معلومه في الام اس كيو. الليبيد موجود في شكل جلوبولار يونتس. جلوب يعني كوره، مش يقول لك اي جلوب كره العين، جلوبولار ماسز. طب كم نوع؟ واحد قال لي انت قلت لنا رقم الساعه 2 تو تايبس. في بروتين بياخد الهول ثيكنس اوف ذا ميمبرين، اهو واخد الثيكنس كلها في ذا ميمبرين، يسموه انتجرال يعني صحيح. صحيح زي ما اروح اشتري كده جبنه رومي من عند البقال فينزل القرص اقول له انا هاخده انتجرال يعني هاخده كله انتجرال يعني على بعضه. يبقى الانتجرال بياخد الهول ثيكنس. وفي نوع تاني موجود اسمه لبره بس او اسمه بريفرال. يبقى في انتجرال وفي بريفرال. طب كل واحد ليه كام وظيفه؟ واحد يقول لي انت قلت لنا رقم الساعه 2. الانتجرال بيشتغل كتشانل. فكر فيها انت، التشانل لازم تبقى ماسكه الممبرين من اوله لاخره، لازم تاخد الهول ثيكنس والا ملهاش قيمه لو كانت شانل في حته ومقفوله في الحته الثانيه. فعشان كده التشانل لازم تبقى انتجرال بروتين. وكذا الكارير بروتين انتجرال بروتين، هيمسك ايون جوه ويلف بيرمي بره او ايون بره ويلف بيرمي جوه. يبقى الانتجرال لازم تبقى تشانلز وكارير. طب والبريفرال وظيفتين،
لو لبره هيشتغل كريسبتور تابعني في اللوحات بالليزر، لو لجوه هيشتغل كانزايم، ودي مش عاوزه فيه. ليه يا بابا؟ هو الميتابوليزم جوه الخلايا ولا بره الخلايا؟ واحد قال لي جوه. ومين اللي بيعمله؟ الانزيمز. يبقى الانزيم تبقى فين؟ قال لي جوه. طب والريسبتور مستقبل؟ الاتيكيت يقتضي لما يجي لك ضيف تقعد جوه كده وتقول له ادخل، ولا تطلع له بره على الباب؟ الاتيكيت يقتضي اطلع له على الباب، عشان كده ريسبتور بره. طيب زي ما الليبيد الحتت اللي ناحيه الميه هيدروفيليك واللي جوه بعيد عن الميه هيدروفوبيك، البروتين هو كمان الجزء اللي بره هيدروفيليك واللي جوه هيدروفوبيك. يبقى مره تانية ايه بقى فاكرها؟ امفيباثيك. امفيباثيك افتكرها، امسك مناخير الممتحن. امفيباثيك. في سؤال اهم في البروتين. طالب زكي قال لي انا لاحظت ان معظم الاكتيفيتي موجوده في البروتين، بروتين هو اللي بيشتغل كانزايم، هو اللي بيشتغل كريسبتور ده البريفرال، هو اللي بيشتغل كتشانلز، هو اللي بيشتغل كانتجرال. يبقى مين الاكتيف بارت في الممبرين؟ هو البروتين. طب السؤال هيجي ازاي في الام اس كيو بقى؟ قلنا بطريقه غير مالوفه. يقول لك ذا مور ذا ممبرين از اكتيف ذا مور اتس ليبيد كربوهيدرات والبروتين كونتنت، ذا مور اتس بروتين كونتنت. كلما كان الممبرين اكثر نشاطا كان اكثر احتواء على البروتين. البروتين هو جزء النشط، يبقى غير انه امفيباثيك هو الاكتيف بارت. طب نيجي على كربوهيدرات، تفتكر كم نوع؟ واحد قال انت قلت رقم الساعه الاثنين. لو ماسك في بروتين يسموه جلايكوبروتين، ماسك في ليبيد يبقى جلايكوليبيد. طب وليه كام وظيفه؟ اثنين. هو اللي بيعمل حاجه هناخدها مع البلد، اشوف هتفتكرها ولا، اسمها ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. واحد قال يشرح لنا يعني ايه. جوه الجسم في تريليانز اوف سيلز. طب ازاي جهاز المناعه يعرف الخلايا دي بتاعتنا ما يضربهاش، او الخلايا دي غريبه يضربها؟ كل خليه لابسه بادج كده بره، احس الممبرين مصنوع من كربوهيدرات وبروتين. الجلايكوبروتين عامل البادج ده، بيساعد الاميون سيستم يعرف ده تبعنا ما نضربوش، ولو البادج بتاعنا وحافظه مش هضربه، بادج مختلف اضربه. هذا البادج اللي مصنوع من الكربوهيدرات والبروتين، اللي هو وظيفه الكربوهيدرات والبروتين، اسمه ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس. ليه سموه كومبلكس؟ لانه بروتين وكربوهيدرات مش حاجه واحده. ليه هيستو كومباتبل؟ يعني موافق الانسجه، هيستولوجي يعني نسيج، وكومباتبل يعني موافق. يقول ان البادج ده بتاعنا الخليه دي موافقه لينا. طب ليه سموها ميجور؟ لان هذا البادج، هذا البادج موجود في معظم خلايا الجسم وليس كل خلايا الجسم. في خلايا من الجسم زي السبيرمز الحيوانات المنويه ما فيهاش البادج ده، وبالتالي لو دخلت الدم الاميون سيستم بتاعها يضربها لانه ما عليهاش البادج. يبقى هذا البادج هو وظيفه الكربوهيدرات، معمول من كربوهيدرات وبروتين جلايكوبروتين. لماذا سمي ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس؟ ان اور سيستم بنفهم كلمه كلمه. كومبلكس عشان اثنين كربوهيدرات وبروتين، هيستو كومباتبل يقول دي موافقه للانسجه ولا لا، ميجور لانه مش في كل الانسجه. شوف مين يفتكرها في البلاد، مين عنده ذاكره. ثاني وظيفه ان الكربوهيدرات بتربط الخلايا ببعض، يبقى بتشتغل كادهيجن يا اولاد. يبقى لو جالنا سؤال سيل ممبرين هنجاوبه ازاي؟ مع شفت مستعشق النظام. خمس حقائق: very thin, elastic, dynamic, semi-permeable, composed من ثلاث حاجات: ليبيد، بروتين، وكربوهيدرات. ورقم الساعة اثنين في كل واحد. مين أكتر واحد؟ البروتين، وهو الأكتيف بارت، وأنفيباثيك. نقطة مهمة لطيفة لينا الفهم. ممكن واحد يقول لي طب يعني إيه علاقة البروتين بالكربوهيدرات بالفات؟ الجملة دي رائعة. السيل ممبرين عبارة عن فلويد ليبيد باي لير، يعني الليبيد في حالة سائلة ومعمول من تو لايرز. فاهم ليه؟ لأن الهيدز اتجهت الماء اللي بره والماء اللي جوه. فلوتينج في هذا الفلويد اللي معمول من ليبيد، السيل ممبرين عبارة عن ليبيد سائل عايم فيه البروتين والكربوهيدرات. ادي بقى تشبيه رائع للسيل ممبرين. يبقى هو عبارة عن ليبيد في حالة سيولة يعوم في وسطه بروتين اند كربوهيدرات. ننتقل يا اولاد للوحه الرابعه. اللوحات دي حصاد السنين يا اولاد. صحيح انا برسمها في عجاله لان انا فقدت لوحاتي، يا
يعني موجودة في مكان آخر فطريت أرسمها من تاني. معلش العلم في الراس مش في الكراس. Transport across the cell membrane. خلاص الانتقال عبر السيل ميمبرين بيتم بإحدى ثلاث طرق. كيف ننتقل عبر السيل ميمبرين؟ ديفيوجن ومعناها الانتشار، ودي النوع الوحيد اللي هو باسيف. ومعنى باسيف يعني لا يحتاج إلى أدرينوجين ترايفوسفيت، لأن المصدر الوحيد للطاقة في الجسم هو مش الكهرباء، الأدرينوجين ترايفوسفيت. فما أقول الديفيوجن باسيف يبقى مش عاوز أدرينوجين ترايفوسفيت. تاني نوع اسمه الأكتف ترانسبورت، النقل النشط، ومن اسمه هو أكتف يعني عاوز أدرينوجين ترايفوسفيت. ثالث طريقة اسمها فيزيكولار ترانسبورت، النقل الحويصلي، وده برضو أكتف ويحتاج اي تي بي. يبقى نوع واحد في الثلاثة هو اللي باسيف اللي هو الديفيوجن، نوع أدرينوجين ترايفوسفيت، ونوعان أكتف، الأكتف ترانسبورت النقل النشط، والفيزيكولار ترانسبورت تحتاج إلى النقل الحويصلي يحتاج إلى اي تي بي. ابتدي بالديفيوجن هو أهم الأنواع. تبدي عليه سؤال نظري مهم والسؤال ده ضرة هذه المحاضرة. ما يجي لي ديفيوجن أجاوبه في كم نقطة؟ واحد قال لي أنا شايف إن أنت حاطط أربع نقاط. يبقى أجاوبه في أربع نقط. أول نقطة إنه occurs along مع أو with أو down gradient مع التدرج. حتى أنا رسم لك رسمة طفولية أهو، بيبي نازل على سلايد على زحليقة، يبقى بيحدث من عالي الواطي، فيسموها تجيلك في الامسكيو واحدة من ثلاثة along أو with أو down gradient. طب للأوائل في كم نوع من الجريدينتس؟ ثلاثة. لو بتكلم على أملاح بيبقى with concentration gradient يعني من تركيز عالي لتركيز واطي. بتكلم على غازات يبقى في pressure gradient من ضغط عالي الغاز لضغط قليل. بتكلم على آين يبقى آين positive هيروح لآين negative يبقى electrical gradient. يبقى يحدث فيه concentration gradient أو electrical gradient أو pressure gradient. نيجي لحتة صعبة بقى الأوائل. ساعات يا أولاد الأيون ينتقل من تركيز عالي الواطي يبقى concentration gradient، وpositive رايح ناحية negative يبقى فيه electrical gradient. في الحالة دي ما نسمهاش electro concentration، نسميها electrochemical gradient. يبقى لما يبقى أيون بينتقل من تركيز عالي لتركيز واطي وفي نفس الوقت positive رايح لنيجاتيف يعني مع electrical gradient، نسميها electrochemical not electro concentration. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية سهلة جدا. طالب قال لي خلاص ما انت أدام قلت لي مع التدرج وديتنا مثال طفولي وكل شرح طفولي عشان يبقى بسيط والناس تفهمه، بتقول لنا بيبي نازل على سلايد على زحليقة من عالي الواطي يبقى ينزل لوحده مش عاوز مكنة مش عاوز سير ينزله، يبقى الجملة الأولانية أدت للجملة الثانية، يبقى الموضوع باسيف يعني نوع أدرينوجين ترايفوسفيت، وقلت الديفيوجن هو النوع الوحيد اللي مش عاوز أدرينوجين ترايفوسفيت. طيب نيجي الفاكتورز أفكتينج ديفيوجن. في معظم كتبكم بيقسموهم إلى خمسة، في معظم الكتب بيقسموها كتب بيقسموها إلى خمسة. فهنا ناخد رسمة طفولية يا أولاد، إنه ديفيوجن ريت أهو ده اختصار كلمة ديفيوجن ريت، كل ما زاد فرق التركيز C1-C2 هيزيد معدل الانتشار، عشان كده حطيناها فوق، ما هو دايركتلي بروبورشن تحط فوق تناسب طردي، انفيرسي بروبورشن تناسب عكسي تحط تحت، فباللون الاسود ده التناسب الطردي. معدل انتشار يزيد كل ما زاد فرق التركيز اللي هو C1-C2، يزيد كل ما زاد التمبريتشر، لان مين اللي بيحرك الموليكلز؟ تمبريتشر. انت ما بتحط اناء على موقد من كتر ما الموليكل بتتحرك بتغلي بتتبخر بتطير في الجو، يبقى التمبريتشر. كل ما الاريا زادت بيزيد معدل الانتشار، عشان كده تبادل غازات في رئتين افضل منه في رئه واحده، يبقى معدل انتشار بيتناسب طرديا directly proportional with concentration gradient temperature and area. انما inversely proportional بص الرسمه اللي باللون الاحمر،
كل ما الثيكنس اوف ذا ميمبرين زاد يبقى طبعا المرور اصعب، يبقى هيبقى اقل، يبقى تناسب عكسي مع الثيكنس بيقولوها بثلاث طرق اللي هي اللينث اوف ديفيوجن، المسافه اللي هيمشيها المولكيول، اللي هي الديستانس اوف ديفيوجن. يبقى الثيكنس او اللينث او الديستانس كلها حاجه واحده، اخترت منها اللينث هنا في المعادله. طب كل ما حجم المولكيول كبر يبقى مرورها اصعب، يبقى تناسب عكسي مع، خد بالك بقى الاوائل، مش مع المولكيول، مع السكوير روت الجذر التربيعي اوف مولكيولار سايز. خلاص؟ دي حته ابقى ارجع للمحاضره الاساسيه عشان تفهم ليه التناسب العكسي مش مع المولكيولار سايز انما مع السكوير روت. انما هقولها في عجاله، لو فهمتها دلوقتي عاوزها تفصيليا ارجع للمحاضرات الاساسيه. يمكن تصور المولكيول في صوره دايره. مساحه الدايره بتتناسب مع ثابت في ريديوس بار 2 اللي هو كنا بنقولها بالعربي طه نق تربيع. ما هو طه دي ثابت، ونق ده اللي هو نصف القطر، ريديوس بار 2. طب لو كان يا اولاد كل ما مساحه الدايره اللي هي حجم المولكيول زادت هيزيد معدل انشار، كان بقى التناسب مع المولكيولار ويت اس 2 بار 2، لكن ده التناسب عكسي. عكسي. طب عكس باور 2 تبقى ايه؟ فكر فيها، تبقى السكوير روت. عاوز تعرفها بالتفصيل ارجع الكورس الاساسي قايلها، وعلى العموم ما بتقالش في محاضرات، وانا قايلها اساسا للزملاء الاصغر سنا عشان يتعلموا ليه هي مع السكوير روت وموليكولار. لان يمكن اعتبار الموليكيول دايره مساحته بتتناسب مش مع الراديوس، مع الراديوس باور 2 اس 2 اللي هو نق تربيع، ده لو كان طردي، لكن هو التناسب عكس، كل ما كبر يبقى اقل. ما هو عكس اس 2؟ يبقى هو سكوير روت. ولا يا اولاد بقى ما يكتفوش بالمكتوب في الكتب عندكم، وده خطا. في عوامل تانية، هما مش خمسه بس، وهنقولها دلوقتي حالا. كل ما السوليبيليتي بتاعت السولت زادت في السائل 100% هيعدي اكتر، يبقى في تناسب مع السوليبيليتي، ما بيتكتبوش عليه، ما اعرفش ليه. كل ما الفيسكوستي بتاعت السائل اللي همر فيه كانت اعلى، اللزوجه اعلى، يبقى المرور اصعب. بس طبعا الفاكتور ده هنهمله في الجسم، لان السائل اللي في الجسم هو الميه ولزوجه الميه واحد، انما هو عامل لو بندرس في كليه علوم 100% الديفيوجن يتناسب دايركتلي مع السوليبيليتي وانفيرسلي مع الفيسكوستي. فدي اجابه الاوائل. فانا بقول هنا وهنا فقط تصنع الاوائل، لان اجابتهم متفرده متميزة، مش بس تنظيما وفهما ورحابة واتساع في المعلومات. يبقى الفاكتورز، الطالب العادي يقول الديفيوجن ريت في 3 دايركتلي بروبورشن و2 انفيرسلي بروبورشن. الطالب غير عادي يقول على سبيل المثال اكزامبلز ادول، والسوليبيليتي دايركتلي بروبورشن، الفيسكوستي اوف ذا فلويد انفيرسلي بروبورشن. تمام؟ نيجي النقطة الرابعة الأخيرة اللي هي التايبس اوف ديفيوجن. We have two main types of diffusion. Actually يا ولاد التلات طرق بتوع الترانسبورت كل ينقسم إلى طريقتين. الديفيوجن ينقسم إلى نوعين، الأكتف ترانسبورت إلى نوعين، النقل الحويسي الفيزيكال ترانسبورت إلى نوعين. يبقى رقم الساعة 2. Two main types. يا simple diffusion، وما معنى كلمة simple؟ يعني مش عاوز carrier. يا إما carrier mediated. Simple يبقى عاوز كارير، يا اما مش عاوز كارير يا اما عاوز كارير بس مش عاوز عبط. في الحالتين مش عاوز ادينوزين ترايفوسفيت، لانه الديفيوجن بشقيه من عالي الواطي مش عاوز اي تي بي. فما اقول كارير ميديتد غلطه مشهوره، الطالب يقول لي يبقى عاوز كارير واي تي بي. انا ما قلتش العبط ده، ما قلتوش، قلت عاوز كارير فقط بيريود، نو اي تي بي، ما فيش ديفيوجن معاه اي تي بي، سواء كان سمبل او كارير ميديتد. الاثنين نو اي تي بي، تشاركه في ان مفيش اي تي بي، بس السمبل مفيش كارير. الكارير ميديتد من اسمه عاوز كارير حتى يسموه فاسيليتيتد ديفيوجن، يعني مساعد فاسيليتيتد. طيب يبقى لو جالي سؤال ديفيوجن النقاط الاساسيه هقولها اربعه. يحدث الونج او ويذ او داون جريدينت، والجريدينت تلات انواع، كونسنتريشن بريشر اور الكتريك. كونه مع التدرج يبقى باسيف. والفاكتورز قلنا على سبيل المثال 3 دايركتلي فوق باللون الاسود، و2 انفيرسلي للاوائل هيزودوا السوليبيليتي والفيسكوستي.
ثم الانواع. قلت اي نوع من الترانسبورت بينقسم الى نوعين، يا ما فيش كارير يبقى سمبل ديفيوجن، يا عاوز كارير يبقى كارير ميديتد او فاسيلتيتد. طيب ننتقل بقى لل سمبل ديفيوجن. ناخد السمبل ديفيوجن دلوقتي. انا قلت ان انتوا مش باسيف في البروسيس اوف ليرنينج، احنا بنفكر مع بعض يا اولاد. عاوزك تبص جليا ماليا الى هذه اللوحه اللي قصادك. انا رسم لك السيل ميمبرين، ده المستطيل ده يمثل السيل ميمبرين، فعاوزك تتخيل معايا السيل ميمبرين. هذا السيل ميمبرين معمول من ليبيد سائل اهو، ليبيد سبستنس، وكل شويه فيه كور من البروتين. ما احنا قلنا البروتين عامل جلوبولار ماسس، كرات فيها تشانلز، فيها ثقوبه اهي. وطبعا التشانل تفتكر هيبقى فيه ايه؟ 100% ميه، لان جوه الخليه فيه انتر سيل فلويد وبره الخليه فيه اكسترا سيل فلويد، يبقى اي فتحه في جدار الخليه هيبقى فيها ميه. يبقى عيش معايا الموقف. يبقى انت السيل ميمبرين ده عباره عن ليبيد اهو، ليبيد كل شويه فيه كره بروتين فيها تشانل فيها ميه. الاول للاوائل هم فاهمين البروتين تشانلز بتمثل قد ايه من مسطح الممبرين، 1 على 100. يبقى لو انا هعدي في الليبيد للاوائل فرصتي 100 مره لو هعدي في البروتين تشانلز. ثم بعد كده نيجي لكلمه نضال قباني، الحب بعض من تخيلنا على الارض، ان لم نجده لاخترعناه. تعال نخترع المعلومات. يبقى لو سالت الطالب انت اعتبر روحك ماده، وادي السيل ميمبرين في مواجهتك، قصادك ليبيد وقصادك بروتين شانلز، يبقى في كام طريقه المرور؟ طالب الذكي قال لي في طريقتين، يعدي في الليبيد يعدي في البروتين شانلز. الاوائل عندهم موقف مختلف، قالوا لا في 3 طرق، يعدي في الليبيد زي ما قال الزميل الاولاني، يعدي في البروتين شانلز، يعدي في كليهما، في الليبيد والبروتين شانلز بوث للاوائل. انا عاوزك انت بقى تالف الموضوع. تفتكر مين هيعدي في الليبيد؟ ان لم نجده لاخترعناه. اي ماده ليبيد صوليبل، الممبرين ليبيد وهي بتدوب في الليبيد، يبقى فيما المشكله تعدي فيه، مش هو ليبيد وهي بتدوب في الليبيد. يبقى اللي هيعدي في الليبيد سبستنس هي المواد اللي ليبيد صوليبل. وليه الاوائل دي فرصتها احسن من غيرها؟ عارف ليه؟ لان الليبيد مسطحه 100 مره قد البروتين تشانل. يبقى دي الواحده الفرصه الاساسيه، وهي بقى النقطه اللي قلت لك مش كاتبينها وهيكتبوها ليتر اون. و100% كل ما هتدوب في الليبيد اكتر كل ما السوليبيليتي زادت معدل انتشار هيزيد، الديفيوجن ريت هيزيد. واحسن اكزامبل هنا الاوكسجين. طالب قال لي عندك طريقه حلوه تقولها لنا بيه؟ قلت له طبعا عندي طريقه حلوه، تعالوا لك طريقه فلسفيه. الماء والهواء والغذاء، اختار انت حضرتك. تفتكر ايه الحاجه لو اتحرمنا منها ثواني الخليه بموت؟ طالب قال لي الهواء. قلت له على وجه التعديد ايه في الهواء؟ قال لي الاكسجين. يبقى بما يثبت انه وراء الخلق خالق، ان ربنا خلى اكثر المواد ذوبانا في الليبيد وبالتالي سهولة في الدخول للسيلز، هي أكتر مادة تحتاجها السيلز وهي الأوكسجين. يعني أحسن مثال هنا المواد اللي بتعدي لأنها ليبيد سوليبل من خلال الليبيد سبستانس هي الأوكسجين. لدرجة هقولها لك بجملة حتى فلسفية مكتوبة في التكست بوكس، بيقول لك إن مرور الأوكسجين من خلال السيل ميمبرين كما مرور الضوء من الزجاج. الزجاج لا يمثل أي حائل حقيقي ضد مرور الضوء، كذا لا يمثل السيل ميمبرين اي حائل ضد الاوكسجين. بيقول لك the oxygen crosses the cell membrane as if the cell membrane did not exist، كانه ما كانش ليه وجود كما الضوء في الزجاج. يبقى حتى المثال كده تقعد فاكره محيط. طيب تعال ناخد مثال اخر. ايه اللي هيخليني اسيب الليبيد على اتساعه واروح للبروتين شانل على ضيقها؟ خد بالك احنا هنخترع المعلومات. طالب قال لي انا جاوبك اللي خلاني سبت الليبيد ان انا ليبيد انسوليبل.
ورحت البروتين شانل. طب البروتين شانل دي فيها ايه؟ كنا اتكلمنا سعادتك بالخيال، انت قلت فيها ميه لانها متصله بره بجوه وبره وهو في ميه، فهي فيها ميه، يبقى لازم الماده اللي هتعدي في البروتين شانل اللي وداها البروتين شانل انها ليبيد انسوليبل، هتعدي في الشانل دي فيها ميه يبقى لازم تبقى ووتر سوليبل. بس في شرط مهم جدا، لازم لان الشانل صغيره تبقى سمول او لو موليكولار ويت. شوف اخترعنا المعلومات ازاي، استنتجناها مش حفظناها. هو ايه اللي خلاني سبت الليبيد على اتساعه ورحت للشانل عديقها؟ ان انا ليبيد انسوليبل. طب والشانل فيها ايه؟ فيها ميه يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل، والشانل ضيقه يبقى لازم ابقى سمول موليكولار ويت. يبقى بعلمك انت تالف الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. احسن مثال هنا مين يا اولاد؟ الاينز. طيب مين يحكم مرور الاين في البروتين شانلز؟ حاجتين. انا عاوزك تتخيل كده ان احنا حضرتك والعبد الله عباره عن مجموعه اينز عايزين نعدي في الشانل. اللي هيحكم مرورنا حاجه من اتنين كما الحياه، السلكتيف برميابيلتي، النفاذيه الاختياريه. ليه بيختاروا اين وهيسيبوا اين ما يفوتوهوش؟ تصور هنالف المعلومات حسب الدايمتر. لو الاين اكبر من البروتين شانل عمره ما معدي، ده دي اهم حاجه. عربيه اكبر من نفق هتعدي ازاي؟ نمره اتنين الشيب بتاع الاين. واحد قال لي فاهمها لنا يعني ايه الشيب؟ افهمها لك والزملاء الاصغر سنا. ممكن عربيه اصغر من نفق بس شايله حموله خشب بالعرض، الواح خشب بالعرض اكبر من العربيه اكبر من نفق فما عدتش. واحد قال لي انت تقصد ايه المثال ده؟ اقولها لك. كل الايونات يا اولاد في جسمنا مش موجوده بالصوره اللي موجوده عليها في جدول مندليف. كل ايون، كل ايون في جسمك شايل حموله من الميه، بيبقى ايون حواليه ميه يسموها هيدريتد اين. فلو الحموله كبيره هتعوق انه يعدي. وده بيفسر حاجه رائعه، الصوديوم في جدول مندليف اصغر من البوتاسيوم، ومع ذلك البوتاسيوم بيفوت 20 ل 100 مره قد الصوديوم. طب واحد قال لي ليه؟ هتفهمها دلوقتي. لان الصوديوم صغير بس شايل حموله كبيره جدا من الميه. الهيدريتد صوديوم اكبر من الهيدريتد بوتاسيوم. يبقى الموضوع مش بس حجم الاين، الشيب الهيدريتد اين قد ايه. ثالث حاجه التشارجز يا اولاد. لو الايون بوزيتيف والتشارجز اللي على البوابه على الشانل بوزيتيف يبقى هتطرده ريبالشن، لكن لو الايون بوزيتيف والتشارجز نيجاتيف هتجذبه يبقى اتراكشن. يبقى على اي اساس اختير اين وترك اين؟ هتشوف العنوان جميل ازاي، سيلكتيف برميابيلتي، النفاذيه الاختياريه، الاختيار على اساس ايه؟ اهم حاجه الدايمتر، ثم الحموله، الشيب، ثم التشارجز. طب تاني عامل، ساعات يقول لك النفق نقدر نعدي فيه كل حاجه بس البوابه مقفوله، هتفتح بعد ساعتين، المعبر مقفول. يبقى الجيتس البوابات في تشانلز نون جيتد، يبقى مفيش اي مشكله، ما هي نون جيتد، يبقى ما لها تقفل ولا تفتح. زي بقول فرغالي بتاع المانجا في المهندسين، ما مش عامل بوابه خالص لانه فاتح 24 ساعه، يبقى خد بالك. احلى عصير مانجا فرغالي في اخر شارع جامع الدول العربيه، وحشتني المانجا بتاعت فرغالي والفخفخين. يبقى لو نون جيتد هتعدي بسهوله شديده، ما فيش جيت. طب ولو جيتد لازم تفتح. وشوف بقى اقولها لك بطريقه جميله يا اولاد، الفسيولوجي كما الحياه، هنحفظ بعض يا اولاد بعد كده. الفسيولوجي كما الحياه، الابواب المنصده في الحياه تفتح بطريقتين. في ابواب بتفتح بالكهرباء بالفولت، يبقى فولتج جيتد، بوابات كهربائيه، كما البوابات اللي في الاوتيلات في الفنادق للحفاظ على التكييف بتبقى البوابه مقفوله، ولما انت حضرتك بتقرب منها بتقطع بيم معين، شعاع معين، يحصل تغير كهربائي تروح فاتحه. موجود عندنا، احنا صناعه الخالق اروع ألف مره من اللي موجود دلوقتي. يبقى في فولتج جيتد شانل. طب في نوع تاني، الابواب المنصده في ليجاند جيتد. يعني ايه؟ زي باب بيتنا، ما ينفعش باب بيتنا يفتح بالكهرباء، اي غريب كل ما الهب ودب بيقرب تفتح الباب تبقى مسخره. اللي معاه المفتاح يعدي،
هو ده اسمه ليجند جيتد. يعني جيت بتفتح بليجند. ليجند من ليجان يعني عبد اللي معاه المفتاح. اللي معاه المفتاح يفتحه. ليجند جيتد. وتصور الفسيولوجي الحياة. حضرتك بتحط المفتاح في أي حتة في الباب؟ لا بتحطها في حتة معينة. نفس الكلام في الفسيولوجي. الفسيولوجي بعضه من تخيلنا. يبقى ليجند جيتد دي بتفتح إزاي؟ By union of the ligand with a specific receptor اللي هو اللوك. الليجند هو المفتاح والسبيسيفيك ريسبتور هو اللوك. الفسيولوجي بعضه من تخيلنا. إن لم نجده لاخترعناه. وزي البيت بالظبط. ممكن أحط المفتاح من بره external ligand زي الهرمونز. وممكن أحط المفتاح من جوه الخلية أفتح الباب من جوه زي الكالسيوم. يبقى شوف لما تتخيل الفسيولوجي كامل الحياة تلاقي المعلومات بتنساه بتتكلم الحياه يا اولاد. يبقى مين يعبر في البروتين شانلز؟ قلنا اللي مش قادر يعبر في الليبيد سبستانس انه ليبيد انسوليبل. طب والبروتين فيها ميه يبقى لازم يبقى ووتر سوليبل ولازم يبقى صغير سمول مولكيول ويت. واحسن مثال الاينز. طب وايه اللي يحكم مروره؟ النفاذيه الاختياريه السلكتيف بيرميابيلتي والجيتس الدايمتر والشيب والتشارجز والجيتس. هل هي نون جيتد ولا جيتد؟ وبالظبط زي الحياه الابواب المصادفه في الحياه تفتح بطريقتين بالكهرباء باكشن بوتنشال تبقى فولتج جيتد او بمفتاح تبقى ليجند جيتد. والليجند جيتد هي اكسترنال ليجند زي الهرمونز اكسترنال ليجند زي الكالسيوم والسايكليك ام بي. طيب انا عاوز اقول لكم حاجه مهمه يا اولاد ابو في بقى شانلز عندنا من نوع معين. الشانلز اللي خدناها دي بتوصل داخل الخليه في خارج الخليه. في بروتين شانلز مش بتوصل داخل الخليه بخارج الخليه، بتوصل خليه بخليه ملاصقه اسمها جاب جانكشن. جاب يعني هي شوف بتتخطى الجاب. الجاب اللي هو المسافه. وانت بتركب هنا المترو يكتب لك مايند ذا جاب، يعني اوعى تحط رجلك في المسافة بين المترو والبلاتفورم والرصيف لا تتزنق. جاب. البروتين ده بيكونكت خليتين فيسموه من كلمة كونكشن كونكسون. يبقى الجاب جانكشن كونكسون. وهو بروتين عد معايا سداسي اهو يا اولاد. شايف؟ هكسا يعني ستة هكساجونال. يبقى ممكن الاين يعدي في جاب جانكشن اللي هو كونكسون بروتين اللي هو هكساجونال. بس هنا بيعدي من انتراسيلر فلويد لانتراسيلر فلويد من خليه الى الخليه المجاوره. هناك كان بيعدي من الانترا الاكسترا او من الاكسترا الانترا. ده الفرق بين البروتين شانل اللي في السيل ميمبرين والجاب جانكشن. هناك بتوصل الانترا بالاكسترا او الاكسترا بالانترا لخليه واحده، انما هنا بيوصل الانترا بالانترا بتاع خليه مجاوره دون ان يتبدد في الاكسترا فلويد. زي ما اقول لك مدينه الجيزه ومدينه القاهره في منهم كوبري تعبر من خلاله الناس اللي يعتبرها الايونات من غير ما تغرق في نهر النيل. اهو ده فكره الجاب جانكشن. يبقى دي الاين برضه وبروتين برضه بس مش من داخل الى خارج الخليه، من خليه الى اخرى من انترسيلر لانترسيلر. وطبعا الاين بيبقى معاه شحنات فعشان كده بنقول ممكن نقول في الام اس كيو بينقل الالكتريكال اكتيفيتي. صح، ما هو الاينز مشحون يبقى بينقل اينز او بينقل الالكتريكال اكتيفيتي من خليه الى الخليه المجاوره. طيب نيجي يا اولاد مين بيعبر في كليهما؟ يعني في البروتين شانلز وفي الليبيد سبستانس. انا بقولها بطريقه جميله في لغتنا بالسجع تفكرها. اللي يعبر في كليهما كلاهما. حلوه حتى اللي يعبر في كلاهما كلاهما اللي هما مين بقى؟ الووتر المايه والووتر سوليبل سابستنس واللي دايب في المايه زي الكربون دايكسايد. يبقى حلو اللي بيعبر في كلاهما كلاهما المايه واللي دايب في المايه بس بشرطين. طب واحد قال لي ليه شرطين؟ قلت له اننا هنعبر في حتتين يا في البروتين شانل يا في الليبيد. عشان اعبر في البروتين شانل احنا قلنا لازم يبقى سمول موليكولار ويت. البروتين صغار. اسمع الجايه بقى جميله جدا. عشان اعبر في الليبيد. طب ده المايه ما بتدوبش في الليبيد. ده في مثل كده يقول لك
المال والصداقة لا يمتزجان كما الزيت والماء. عمرك شفت مية وزيت؟ الزيت ده ليبيد بيمتزج مع المية؟ لا. يبقى هنا في سؤال معضلة، هو ازاي المية اللي ما بتدوبش في الليبيد في الزيت هتعبر في الليبيد وهي ليبيد انسوليبل؟ تعال اقولها لك. لو مسكت مقذوف اللي هو بوليت رصاصة بايدك وضربتها في الحائط تعبر؟ لا. لكن لو حطيتها في البيستول وضربتها تعبر ليه؟ طالب قال لي عشان خاطر اكتسبت طاقة حركة ضخمة جدا. تصور بقى المية والحاجات اللي دايبة في المية بتعدي في الليبيد زي البوليتس زي الرصاص بسبب الهاي كينيتيك انرجي. طب عشان ما تفقدش السرعة الكبيرة دي لازم تبقى عن تشارج. عارف ليه؟ لان لو فيها تشارجز هتقابل تشارجز من نفس النوع في السيل ميمبرين هتعملها ريبالشن تخفض سرعتها مش هتعدي. يبقى عشان تعدي في الليبيد وهي ليبيد انسوليبل زي البوليت يبقى لازم تبقى عندها هاي كينيتيك انرجي تبقى ان تشارج. يبقى من يعبر في كلاهما الميه واللي بيدوب في الميه زي الكربون دايكسايد بشرطين سمول ميكرويت عشان تعدي في البروتين شانل وعشان تعدي في الليبيد وهي ليبيد انسوليبل لازم تبقى ان تشارج عشان ما فيش حاجه تقلل سرعتها عشان هي معتمده على الهاي كينيتيك انرجي زي البوليت اللي بحطها في المسدس. ده يا اولاد النوع الاول في الديفيوجن اللي هو السيمبل ديفيوجن. وقلت الاوائل لو انت ليبيد سوليبل هتعدي في الليبيد، لو ليبيد انسوليبل بس بتدوب في الميه هتعدي في البروتين شان اللي فيها ميه بس لسه بقى صغير. ومين يعبر في كليهما؟ كلاهما الميه والووتر سوليبل بس بروفايد انها تبقى صغيره عشان تعدي في البروتين شانلز وان تشارج عشان خاطر مش حاجه تخفض سرعتها. نيجي ننهي عشان مش عاوز اطول عليكم في المراجعه قوي. ننهي بال الكارير ميديتد النوع الثاني في الديفيوجن يا اولاد، وهسيب الاسموزيس موضوع مهم هسيبه المره القادمه في المراجعه في المره القادمه. كارير ميديتد ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن، تعالى برضه هقولها بطريقتي يعني بتعبير مهم قوي قوي. فاسيليتيتد يعني مساعد. فتعال احكي القصه وانا بقول فيسيولوجي مجموعه حكايات من ضمن الخصائص السبعه ليه ماي سيستم اوديو فيجوال وعاوز فهم وحفظ وعاوز تفكر وتتخيل معايا بتخيل قصادك السيل ميمبرين وبنقول معنى كل كلمه الترمينولوجي وبنقول معلومات عامه بنقول كل حاجه. جلوكوز يا اولاد ايه رايك؟ ماده مهمه ولا مش مهمه؟ طالب قال لي دي مهمه جدا. يعني المفروض تعدي الخلايا. قال لي ده الخلايا بتعتمد عليها اعتماد كلي. ده البرين لا يستخدم سوى جلوكوز. تصور معلومه جميله اهي. خلايا المخ تستخدم جلوكوز بس، يبقى الجلوكوز لازم يعدي. طب تعالى اقول لك مواصفاته. هذا جلوكوز از ليبيد انسوليبل. طالب قال لي يبقى عمره ما معدي في الليبيد. يبقى مفكر في ايه؟ فكر معايا. قال لي مفكر في التشن. هذا الجلوكوز هاي او لارج موليكولار ويت 180 موليكولار ويت بتاعه. قال لي يبقى مش معدي في التشن. قلت له ما تخافش. هو اكبر من التشن، هنوسع له التشن بس بروفايدد التشن اللي كان فيها ايه؟ اسمعها منك. قال لي فيها ميه، يبقى لازم يبقى ووتر سوليبل وهو ووتر سوليبل. يبقى شفت ازاي بنخترع المعلومات؟ مين الماده اللي هنساعدها؟ طالب قال لي اللي فقدت مقدرتها على المرور في السيل ميمبرين. ليه؟ لا عارفه تعدي في الليبيد لانها ليبيد انسوليبل، ولا عارفه تعدي في البروتين شانل لانها هاي موليكولار ويت. طب بس في النهايه هنعمديها فين؟ هنوسع لها التشانل، يبقى لازم تبقى ووتر سوليبل لان التشانل فيها ميه. زي ما قال نزار قباني الحب بعض من تخيلنا على الارض، ان لم نجده لاخترعناه. الفسيولوجي بعض من تخيلنا، ان لم نجده لاخترعناه. يبقى لما يجي لي سؤال كارير ميديتد ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن، يبقى هجاوبه في اربع نقاط. ده للطالب العادي. طالب قال لي يعني ايه؟ قلت له لما يجي لك كارير ميديتد او سمبل ديفيوجن ده نوع من انواع ايه يا بابا؟ الديفيوجن. يبقى عاوز اعلمك حاجه هقولها لك كل مره، لازم ترد الموضوع من التخصيص للتعميم. يعني هو ديفيوجن يبقى لازم تبتدي بشرح الخواص العامه للديفيوجن، انه الونج جريدينت وانه باسيف مش عاوز اي تي بي وانه بيتاثر بالفاكتور اللي قلناها الخمسه او السبعه
وانه انواع تشرح النوع اللي هو عاوزه. يبقى كل سؤال يجي لك في جزيئية ترد من الخصوص الى العموم. اوعى تنسى المقدمة. الاوائل بيجاوبوا اجابة متفردة. وهنا فقط تصنع الاوائل. يبقى ما بقاش اجاوب على طول كده. هو بيقول لي كاليا مديت الديفيوجن. يبقى ده نوع من الديفيوجن. يبقى اكتب كل حاجة عن الديفيوجن الاول. ثم اخص بالكاليا ديفيوجن مش بالسمبل. يبقى اول نقطة قلنا مواصفاته واخترعناها. هنساعده لانه ما بيعديش في الليبيد لانه ليبيد انسوليبل، ما بيعديش في البروتين شانل لانه لارج ميكرو ويت، بس في الاخر هنوسع الشانل يبقى لازم اوتر سوليبل. وتاني نقطه المثال جلوكوز. تالت نقطه الميكانيزم. بص اهو الجلوكوز اكبر من الشانل. مش هنصغر الجلوكوز، انت لو صغرته يبقى اتغيرت الماده، الماده بتعتمد على الميكرو ويت. هنكبر الشانل، مش عاوز غباوه. حدش يقول لي نصغر الماده، نصغر الماده هنغير الميكرو ويت، يبقى ما بقتش بقى ماده ثانيه خالص، اللي عديته حاجه ثانيه. عاوز ذكاء. طيب الشانل يا ولاد بتبقى ضيقه في الانر بارت بس. السولجي كمال حياه يا ولاد، انت ما بتجيب دريل شنيور وتحاول تعمل ثقب في حيطه، في الاول تلاقيه واسع وفي الاخر ضيق. هاك الف السولجي كمال حياه. فالحته اللي جوه ضيقه. فالجلوكوز بيتحد مع الكارير بروتين في ريسبتور مع الكارير بروتين. الجلوكوز باينز تو ريسبتور اون كارير بروتين. جلوكوز باينز تو ريسبتور ان كارير بروتين باي ايد اوف انزايم، بمساعده انزايم. فيحصل ايه بقى؟ كونفيجريشنال تشينج في البروتين، تغير في شكل البروتين، وبالتالي بجمله اسهل وايدنينج. مين اللي هيوسع؟ فين المشكله؟ اوف ذا انر بارت اوف ذا تشانل. هيوسع الانر بارت اوف ذا تشانل فتعدي الجلوكوز. يبقى الميكانيزم سهل. عشان كده احتاجنا هنا كارير بروتين. عشان كده سموا الموضوع كارير ميدييتد بواسطه كارير ديفيوجن، او فاسيليتيتد سهلنا له بواسطه كارير بروتين. دي النقطه الرابعه الاخيره، كاركترز اوف كارير ميدييتد او فاسيليتيتد ديفيوجن. اوعى تنسى ديفيوجن عاوزه كارير ميدييتد، عاوزه كارير، لكن مش عاوزه اي تي بي. ديفيوجن بانواعه مش عاوز اي تي بي باسيف، مش عاوز غباوه. كاركترز، او في بعض الكتب الديفرنس، ايه الاختلاف بين الكارير ميديتد اللي هو النوع الثاني والسمبل ديفيوجن اللي هو النوع الاولاني اللي خدناه. طالب ذكي قال لي انا علمتنا نخترع المعلومات، فانا هخترعها لك. انت تحدثت عن شيئين ما جبتش سيرتهم في السمبل ديفيوجن، قلت له هما ايه؟ قال لي انت تحدثت عن كارير بروتين وانه هيمسك في الريسبتور بتاعته بواسطه انزايم. يبقى اللي استجد علينا في الكارير ميدييتد هو الاساس كارير، والاتحاد الجلوكوز مع الكارير مع الريسبتور بتاع الكارير بيتم بواسط انزايمز. يبقى لازم الخصائص، لازم الفرق هيجي من الحاجتين الجداد دول اللي هم الكارير والانزايمز. الانزايمز يا اولاد are known to be very sensitive to temperature changes. فالكارير ميدييتد ديفيوجن للاوائل ما قلتش سنسيتيف تو تمبرتشر. وجود الانزيم خلاها فيري هايلي سنسيتيف، 10 تايمز مور سنسيتيف ذان سمبل ديفيوجن. ليه؟ افهم. مش احنا كنا قلنا من ضمن العوامل اللي بتاثر في السمبل ديفيوجن هو التمبرتشر، كتبناها. يبقى وجود الانزيم ما خلاهاش سنسيتيف تو تمبرتشر. ما هو السمبل ديفيوجن، السمبل ديفيوجن سنسيتيف تو تمبرتشر، انما خلاها فين الكلمه المهمه اللي انا حاطط لك باللون الاصفر؟ هايلي فيري 10 تايمز سنسيتيف تو تمبرتشر. يبقى انا عليت صوتي في الجمله المهمه. الاوائل يركز لك على المهمه، لكن الطالب العادي يقول لك سنسيتيف تو تمبرتشر. طب ما هو السمبل سنسيتيف هو كمان، بس ده التميز التفرد، مش انه سنسيتيف، انه هايلي سنسيتيف، انه فيري سنسيتيف، انه 10 تايمز مور سنسيتيف. تاني حاجه الكارير. قلنا الكارير ده عنده ريسبتور بيمسك فيها الموليكيولز بتاعت الجلوكوز. وانا بقى شرح طفولي كله يا اولاد، بس عشان تخرج فاهم كويس قوي. فهيا بينا نلعب يا اولاد. يلا نلعب. ادي الكارير. انا عندي اربع مواد A وB وC وD. تفتكر قلنا الكارير ميديتد ديفيوجن محتاجين كارير عنده ريسبتور هيمسك فيها السابستنس، فانا عندي اربعه سابستنس. تفتكر مين في الاربعه ممكن يستخدم هذا الكارير؟ طالب غير ذكي قال لي ايه؟
طالب اسكي قال لي A و B، لان اللون مش هيفرق، اللي هيفرق الاستراكشر، الدايره هتركب في دايره، انما المثلث والمربع مش هيركبوا في دايره. يبقى اول حاجه ظهرت بسبب وجود الكارير هو structural specificity، ان المواد اللي هتعدي بالكارير ديفيوجن لازم تنفع الاستراكشر بتاعها يناسب الكارير، عشان كده السبيسيفيتي التخصص حسب الاستراكشر. طيب يبقى نشيل سي ودي ما ينفعوش، لو كنت بحطهم على بورد كنت همسحهم، يبقى ايه وبي هما اللي ينفعوا. يبقى اللون ما يفرقش، مش عاوز غباوه، الاستراكشر هو اللي يفرق، دي دايره ودي دايره بعدين يركبوا. يبقى عشان كده الاوائل ما قالوش سبيسيفيتي، استراكشر سبيسيفيتي حسب التركيب. تفتكر كل ما جزيئات بي زادت يبقى هتحتل مواقع اكثر، فده هيبقى خصما من المواقع بتاعت ايه؟ يبقى وجود مادتان، وجود مادتين اسف يتشاركا نفس الريسبتور نفس الكارير، لو تركيز واحد زاد هيعمل ايه في مرور اخر؟ اللي هيقصر عليها، لان في كومبيتيشن. يبقى تاني خاصيه ظهرت يا اولاد الكومبيتيشن، ان لو زاد تركيز مادة بي هيحتل مواقع اكتر خصما من مواقع ايه. طيب هنشيل بي، وخد بالك ده انا قلت معلومة مهمة، يبقى في الكارير ميديتد الكارير بيستخدموا اكتر من مادة، مش مادة واحدة، ده في الام اس كيو، ومادة هتكمبيت مع التانية، وان هنا ظاهر في الكمبيتيشن. نفرض ان مفيش بي خالص، مفيش غير ايه، كل ما تركيز ايه يزيد الموليكل تحتل مواقع اكتر، تركيز ايه يزيد تحتل مواقع اكتر، زي الكراسي الموسيقيه لحد ما كل المواقع تتملي، حتى لو زودت جزيئات ايه المواقع كلها مليانه مش هيعدي الزياده ده، يبقى هنوصل ماكسيمم. يبقى ظهر ظاهره الساتوريشن التشبع او الماكسيمم في السمبل ديفيوجن، لان ما بنستخدمش كارير ما فيش ماكسيمم، كل ما زاد الكونسنتريشن جريدينت زاد معدل ديفيوجن الريت اوف ديفيوجن، انما هنا لما كل المواقع تحتل هنوصل لماكسيمم، يبقى ظهرت ظاهره الساتوريشن او ماكسيمم. يبقى شفت ازاي يا اولاد العبد اللي عنده شرح طفولي لطيف جدا يخليك اعقد المعلومات تفهمها بابسط الطرق. تملي حتى عدد كثير من زملائي كانوا يقولوا لي يعني قول لنا حتى في المحاضرات درست اولادنا وفهموا كويس، انت بتقولها ازاي؟ بقول بالمهم بشرح شرح طفولي اي طفل يفهمه، مش اي عبقري طبيب زي حالاتكم. يبقى الاربع مواد دول مين يستخدم الكارير؟ الاستراكشر بتاعه ينفع A و B، يبقى بقى فيه structure specificity، مش اي مادة هتعدي الا الاستراكشر بتاعها يصلح للكارير. طب A و B يصلحها لنفس الكارير، يعني خد بالك في الكارير mediated diffusion اكثر من مادة تستخدم نفس الكارير، لو زادت مادة خصما من مواقع المادة الاخرى، يبقى تاني حاجة competition. طب حتى لو ما فيش غير مادة واحدة، حتى لو ما فيش غير مادة واحدة وجزيئات احتلت كل المواقع، اي زيادة في الجزيئات مش هتعدي لان حصل ساتوريشن او ماكسيمم. وساعات بيجيب لك في الام اس كيو سؤال كيرف، ادي نوع السابع من الام اس كيو، ويجيبه لك فاضيين، يقول لك ده الديفيوجن ريت وده الكونسنتريشن جريدينت، مين الكيرف بتاع السمبل ديفيوجن ومين الكيرف بتاع الفاسيليتيد ديفيوجن؟ اللي مالوش ساتوريشن مالوش ماكسيمم هو السمبل ديفيوجن، اللي عنده ماكسيمم او ساتوريشن هو الفاسيليتيد ديفيوجن النوع السابع. يبقى ده الكارير ميديتد ديفيوجن. اتكلمنا عليها في اربع نقاط، الخصائص وعرفنا جبناها ازاي، ليه ساعدناها، مش عارفه تعدي في الليبيد لانها ليبيد انسولبل، مش عارفه تعدي في البروتين شانل لانها لارج ميكرويف، بس في الاخر هنوسع الشانل يبقى لازم تبقى ووتر سوليبل. شوف بنخترع المعلومات. واحسن مثال الجلوكوز والميكانيزم، الجلوكوز هيمسك مع ريسبتور في الكارير بمساعده انزيم يوسع انهي حته؟ الانر بارت. طب ايه الديفرنس؟ النقطه الرابعه الاخيره اللي استجد عليا الانزيم والكارير، الانزيم خلاها للاوائل مش سنسيف، فيري هاي 10 تايم سنسيف تو تمبرتشر، والكارير بقى فيه ستراكشرال سبيسيفيتي وفيه كومبيتيشن ما بين نفس المواد اللي بتستخدم نفس الكارير، وحتى لو ماده واحده وتختل كل الجزيئات هيحصل ساتوريشن او ماكسيمم. والسؤال ام اس كيو اديك شايفه بهذه الصوره. في النهايه يا اولاد اتمنى اكون يعني اشكركم الاول على وقتكم، واتمنى اكون يعني قد افدتكم، والى ان القاكم لكم مني اطيب الامنيات.
خد بالك هذه المحاضرات هي محاضرات ريفيجن. انت عندك على القناة الاولى والقناة الثانية في اليوتيوب المين كورس، وعندك الكراش كورس. ده احنا بنراجع بنلم حاجات كتيرة في وقت صغير حتة بحتة. انا عارف اول محاضرة زي ما قلت لك بتبقى صعبة قليلا، لمدة اسبوعين احتمني عبال ما تعرف طريقتي. كل شيخ ليه طريقة، كل واحد بيتكلم طريقة معنا هنفهمها وهنحب بعض، وهتبقى نفسك تسمع المحاضرة عشان يعني تمزج فيها وتفهم، مش تقعد تحفظ معلومات لا قيمة لها. أشكركم شكرا جزيلا، لأن زي ما بقول أنتم الأساس، الأستاذ بطلبتي وليس الطلبة بأستاذهم. أنتم بتفردكم بتميزكم بالحاجات اللي هتحققوها اللي بتخلوني أتصور أني بعمل عمل مفيد. Thank you يا أولاد، وألقاكم في أقرب فرصة بإذن الله. راجع الكلام ده، وعندك دلوقتي ثلاث أنواع من المحاضرات: مين كورس، كراش كورس، وبنبتدي نوع ثالث هو الريفيجن، ونبتدي النوع الرابع بقى لما نخلص العام القادم بإذن الله، اللي هو الإنجليش فيرجن، عشان كل الناس اللي ما بتفهمش لغة عربية تقدر تتابعنا. شكرا وألقاكم على خير.